اوكي شباب، احنا خلصنا الفورورد كاينماتكس. اوكي، وراح اليوم نبلش ان شاء الله باللي هي الانفيرس كاينماتكس اوف روبوت مانيبوليترز. اوكي ان شاء الله. طبعا هذا اللي اخذناه في الفورورد كاينماتكس هو عباره عن بيبي ورك بالنسبه للي راح ناخذه في التشابتر اللي هو الحالي اللي هو الانفيرس كاينماتكس. وبالتالي موضوع الانفيرس دائما اي انفيرس بروبلمز بعلم الانجينيرنج او الساينس they are much more difficult than اللي هي الفورورد او الدايركت بروبلمز من جميع النواحي. يعني يمكن عباره عن فورورد بروبلم تحلها بساعه، انفيرس بروبلم تحلها بيوم يومين ويمكن ما تلاقي لهاش حل. فدائما الانفيرس كاينماتكس بشكل عام ضمن الروبوتكس هو عبارة عن أصعب بكثير من اللي هي الفورورد كاينماتكس. شنو الفورورد كاينماتكس؟ هو عبارة عن ستريت فورورد. أوكي نشامة، هون أنا دائما بحاول أعيد بعض المعلومات لتثبيت اللي هي بعض الفاكتس. حكينا في الفيرست شابتر شو تعريف الكاينماتكس، وهي عايدها نفسها exactly من اللي هي الـ first chapter. يعبر عن study of motion of manipulators without regard to forces أو torques that cause the motion. وهون بحكي عن transformation بين joint space وبين الـ end effector space أو task space. الـ forward kinematics اللي غطيناها سابقا، أوكي نشامة، غطيناها وهي عبارة عن تعمل لي إيش الـ configuration اللي هي joint displacement. بيكون في عندي R node وبكون معطاه بالjoint space، وبكون مطلوب منا انه نحسب الـ corresponding configuration اللي هي positional orientation of the end effector بالtask space. هذا اللي هو direct او الايزي اللي عبارة عن ما في اي صعوبات. بينما في الـ inverse kinematics problem يكون عندنا الـ configuration تبع الـ end effector اللي هو الـ position والorientation موجود node، وبكون مطلوب منا انه نوجد ايش؟ اوكي، كل الحلول. لاحظ هون عندي all، بينما بالفورورد كاينماتكس اتس وان يونيك مابينج. اوكي، بينما في الانفيرس كاينماتكس بده يكون يمكن يكون عندي مور ذان وان سوليوشن. اوكي نشامه، وبالتالي هون بكون عندي مطلوب انه نحسب all possible solutions او configurations للجوينت displacement في اللي هي الجوينت سبيس. وهاي عملية المابينج ممكن تكون يونيك أو مالتيبل أو انفينيت اللي هي سوليوشنز. زي ما حكينا الانفيرس كاينماتكس عبارة عن much challenging tasks as compared to اللي هي الفورورد كاينماتكس problem. طيب خلينا نشوف الحكي هذا اللي هو ماثماتيكالي. Mathematically, احنا we are interested in finding the set of joint angles أو displacements. Angles إذا بنحكي عن revolute, displacement إذا بنحكي عن اللي هي prismatic for certain serial manipulator to achieve a certain configuration اللي هي position and orientation of the end effector. وهون يوم نحكي عن ال end effector بنحكي عن اللي هي ال rest تبعت اللي هي ال manipulator. أوكي. ممكن نخليها على البيج ويث حجمها حجم. نكبر لك إياها. اسمح. ايوه بارك الله. اوكي ان شاء الله. بالتالي شو الجيفن اذا متذكرين ان شاء الله متذكرين الفيجر اللي حكينا عنه اللي هي الورد سبيس اللي اخذناه في الشابتر الماضي اللي بيكون فيه مجموعه من الفريمز من ضمنها البيز فريم الريست فريم الستيشن فريم والتول فريم وفي فريم خامس اللي هو الجول فريم. بالتالي هون احنا بنحكي عن اللي بكون معطى عندي في الانفيرس كاينماتكس بكون اللي هي اذا بدنا نعطيه in terms of اللي هي الفورورد كاينماتكس اللي هي تي ان with respect to zero، او اذا بنعطيه in terms of الفيجر اللي ناقشناه اللي هي الريست فريم with respect to the اللي هي بيز فريم. اوكي شو المطلوب؟ المطلوب نوجد اللي هي set of joint angles او variables sorry in general اللي هي إما بتكون الثيتا آيز في حالة الريفوليوت أو الدي آيز في حالة البريزماتيك. أوكي نشامة، لا كل الجوينتس اللي عندي الموجودات within اللي هي سيريال مانيبوليتر. أوكي نشامة، عادة في الانفيرس كاينماتكس بكون عندي من الفريمز اللي ناقشناهم في الشابتر الماضي هذول الثري فريمز they are known
اللي هي ستيشن with respect to اللي هي البيس، والتول with respect to اللي هي الريست، والتول with respect to اللي هي اللهم صل محمد الستيشن. يكون هذول كلهم الثري فريمز معروفات. اوكي، وبالتالي الانفيرس كاينماتكس عندنا نطبقها بتتالف من تو ستيبس. اول شيء انه نطبق اللي هي الترانسفورميشن ايكويشنز، اوكي نشامه، اللي بتربط لي اللي هي تول وذ ريسبكت تو اللي هي البيز فريم. بالتالي في البريفيس ليكتشرز حكينا انه التول بقدر اوصفه بالنسبه للبيز فريم بتو ميثودز، التول بالنسبه للريست والريست بالنسبه للبيز، والحاله الثانيه التول بالنسبه للستيشن والستيشن بالنسبه للبيز. بالتالي هذا بتطلب عندي فور ستاندرد فريمز او ترانسفورميشنز تو بي نون. اذا كان عندي ثلاثه منها موجودات معروفات they are known، معناته صفى عندي مين؟ صفى عندي واحد هو اللي مجهول. بالتالي هذا التو باثس تبعاتنا اللي بقدر اوصف اللي هي التول with respect to the base، حاط لك اياهم بالاحمر، بالتالي اما عن طريق الريست مرورا بالريست او مرورا بالستيشن. فبالتالي هاي الترانسفورميشن ايكواليتي از فاليد، وبالتالي عشان ما بدنا نوجد منها احنا ايش؟ بدنا نوجد منها اللي هي الريست with respect to البيس. اوكي نشامة، وبالتالي المطلوب هذا انه نوجده، وبالتالي ما علينا غير نضرب اللي هي ايش؟ نضرب اللي هي with inverse matrix of this. اوكي نشامة، وبالتالي بيطلع عندنا اللي هي n with respect to zero اللي هي الريست with respect to base اللي هي حاصل ضرب اللي هي 3 matrices اللي هو. طبعا هاي مبدئيا هسه مش راح نحسب الانفيرس، راح ارجع اغطي لكم بعض الامور في تشابتر 2 حيث انه نعرف كيف نحسب الانفيرس تبع اللي هي ترانسفورميشن ماتريكس in a very easy way without the calculation of the inverse of the matrix directly using اللي هي الماثيماتيكال بروسيجرز اللي بنعرفها. طيب هسه اول خطوه قلنا انه بدنا نوجد هاي indirectly، اوكي، من خلال الفريمز. وبعدين الخطوه الثانيه given هاي من الخطوه الاولى بدنا نوجد اللي هي required joint مش angles variables. بدنا نحسب اللي هي الجوينت variables بالخطوة اللي هي الثانية. شنو هون نحكي عن revolute أو prismatic اللي هي joints. طيب إن شاء الله السوليوشن تبعتنا هاي تبعت اللي هي inverse kinematic problem في لها مجموعة من اللي هي الفيتشرز أو الخصائص. أول إشي إذا كان عندي 6 degrees of freedom، أوكي نشامة، بكون عندي 12 non-linear trigonometric equations وعدد الأنونز اللي فيهن اللي هن in degrees of mobility. إذا متذكرين هاي كانت في chapter 1 اسمها degrees of mobility، الآن دوم اللي هي degrees of mobility. بالتالي عندنا 6 degrees of freedom with degrees of mobility عددهم n dom. وإذا بنتفرج على الترانسفورميشن ماتريكس الفيرست 3 روز منها، ثلاثة احنا حكينا منهم، ثلاثة related to الروتيشن، 3 روز يعني 9 elements أو الفيرست 3 روز with 3 columns related to the rotation and the last اللي هي column with 3 elements related to the position. بالتالي بطلع عندي اللي هي من ال 3 روز الاولانيات بيطلع عندي نشامه 12 ايكو نون لينير ايكويشنز اللي هن ثلاثه للبوزيشن اللي هي رايت موست، وبيطلع عندي 9 ديبندنت ايكويشنز اللي هي فعليا هن 3 اندبندنت، بس هون عندي كليات اندبندنسي، في عندي 9 ديبندنت ايكويشنز. وهذا الحكي تاكدنا منه من خلال ايش يا نشامه؟ مين بيحكي لي انه كيف تاكدنا غير التاسك اللي اعطيتكم اياه؟ غير التاسك هون احنا قلنا في ثلاثه للبوزيشن هذول واضحه they are independent اللي هن الرايت موست كولوم ما عدا اخر اليمنت اللي هو اليونتي. طيب في عندي الناين ديبندنت ايكويشنز، يعني هون بنحكي they are 3 ديبندنت، بس كيف تاكدنا انه فعلا 3 ديبندنت ايكويشنز للروتيشن او للاورينتيشن؟ شو رايك يا نشام؟ معي؟ والله ما خطر على بالي. متذكرين الاويلر انجلز والفيكست انجلز؟ نعم. مش طبقنا الفا وبيتا وجاما
بالفورورد حول ال 24 كونفنشنز اللي هن 12 فيكسد و12 اويلر. نعم. وبالنهايه مش طلع معانا ماتريكس جراره اللي فيها الفا وبيتا وجاما، وقلنا هاي هي اللي بتحتوي على 3 روتيشنز ولا لا؟ بالتالي هي صح كانت عباره عن اللي هي روتيشن ماتريكس 9 اليمنتس تبعتنا في ذاك الوقت اللي هي كونفنشنز تبعات الاويلر فيكسد كونفنشنز فيكست انجل كونفنشنز اللي هي والاويلر انجل كونفنشنز كل واحده 12. بس هنا حكينا في عندنا رول الاي بي سي يساوي السي بي اي لاويلر وفيكست وبالشقلوب. بالتالي احنا عندنا ماتريكس صح هي عباره عن 12 بس سوري ماتريكس اللي هي 9 اليمنتس بس في عندي 3 ديبندنت اليمنتس هن اللي محددينها اللي هي الالفا والبيتا والجاما، واخذنا البروسيجر على في الاكزامبل ضمن الهاند اوت على واحد منهم اللي هو اي ثينك اكس واي زد وزد واي اكس. اوكي نشامه وديت لكم اتاتشمنت بابندكس اللي يبين لي كل الحالات 12. طبعا هسه نشامه لغايات العلم ال 12 هذول مطلوب انك تفهم هنا، هذول مش ابندكس اي شيء، ابندكس بودي لك اياه مش عباره عن بس هيك ملحق هيك، هذا المفروض انك تطلع عليهم وتفهمهم وتمشي معهم. انا في الامتحان مثلا ممكن اجيب لك او انت بالريال لايف اوكي بدك تصمم مانيبيوليتر ممكن عباره عنك ايش؟ ممكن انه عباره عن تستخدم اي واحده منهن، وبالتالي بدك تفهم حركه الفورورد اللي هي عاديه وحركه الانفيرس اللي هي الصعبه، وبدك برضه تعرف السبيشال كيسز اللي بتطلع معنا. اوكي طبعا انا الماتريكس اللي بدي اجيب لك انا اللي هي الفورورد انت تعمل المالتيبليكيشن وتطلع الفاينل روتيشن ماتريكس عاديه، هاي ما بدهاش عباره عن اي بروفايدنج لاي داتا شيتس او اي معلومات تتعلق بالحكي هذا. بس اذا كانت انفيرس لا انا بكون مزود لك الانفيرس فاينل ماتريكس، الفاينل ماتريكس تبع الانفيرس تبع الكونفنشن المعين، وانت مطلوب منك انك تكون عارف البروسيجر انك كيف تطلع الالفا والبيتا والجاما سواء ضمن النورمال كونديشنز او ضمن السبيشال كيسز اللي هي متذكرين كان عندنا لكل حاله تو سبيشال كيسز. اوكي نشامه وبالتالي في حاله الانفيرس مطلوب انا بعطيك بس الفاينل روتيشن ماتريكس اللي فيها بتحتوي على 9 اليمنتس اللي بتكون كومبليكيتد وفيها الفا وبيتا وجاما اوكي، وانت مطلوب منك ترجع لرجوع تحسب لي الفا بيتا جاما سواء بالنون سبيشال كيس او بالسبيشال كيسز اللي عندنا اللي وهذا بكون مطلوب. اما بالفورورد لا انا بعطيك عباره عن بدي زد واي اكس او اكس واي اكس اي كونفنشن انت ما عليك غير ترتبهم تضربهم دخل الارقام تبعاتن يوم اعطيك نيوميريكالي بحكي تضربهم ببعض على الماتريكس تبعتك على الكالكوليتر وبالتالي تطلع لي الفاينل روتيشن اللي هي ماتريكس. واضح يا شباب؟ واضح ان شاء الله. اوكي واضح. بالتالي هون نشامه هاي هي عباره عن اللي هن 12 ايكويشنز اللي بكون موجودات عندنا. هسه ملاحظه مهمه ان الكومبلكسيتي تبعت الانفيرس كاينماتكس بتصير اكثر بتتعقد. اوكي نشامه كل ما زاد عندي مين النون زيرو دي اتش بارامترز، النون زيرو دي اتش بارامترز كل ما زاد النمبر اوف نون زيرو دي اتش بارامترز، اذا متذكرين التيبل تبعنا في الدي اتش بارامترز. اوكي نشامه كل ما كان النون زيرو فاليوز اكثر كل ما كانت الامور تتعقد معايا اكثر. اوكي وبالتالي عشان هيك يا نشامه معظم الاندستريال مانيبيوليترز فيهن تبسيطات، فيهن تبسيطات بحيث انه يقدروا يحلوا الانفيرس كاينماتكس اللي هي بروبلم وذ ريلاتيف ايز. اوكي طيب الماكسيمم كاباسيتي او ماكسيمم سوري كومبلكسيتي متى بنواجهها؟ يوم يكون عندي 6 ديجريز اوف فريدم ويكون كل اللينكس بارامترز كلياتهم عن بكره تبيهن شو مالهن؟ نون زيروز. نون زيروز هاي عباره عن لو تقعدها بين اكثر واحد اكبر ماثماتيشن على وجه الكره الارضيه ما بيقدر يحل لك اللي هي حلها بمفهوم راح نشوفه هسه اللي هو الكلوزد فورم او اناليتيكال سوليوشن. اذا كان كل النون زيروز بتصير عباره عن فيري كومبليكيتد سيناريو وما لهم حل الا غير النيوميريكال. طيب الانفيرس كاينماتيك زي ما حكينا قبل شوي بالتعريف ممكن يكون له حكينا بالتعريف هذول الثلاثه اللي هي يونيك او مالتيبل او انفينيت سوليوشنز، بس الاولى ما حكيناها. ليش الاولى؟ الاولى عشان يا شباب اذا كان الواحد عارف راسه وعارف كوعه من بوعه الاصل الكونفيجريشن اللي حاطه، مش احنا قلنا انه جيفن البوزيشن اند روتيشن اوف ذا اند فيكتور فايند الجوينت فاريبلز،
اذا نو سوليوشن معناته هاي ناقشناها زمان في تشابتر 1، معناته الكونفريشن عندنا تبع الاندفكتر بيكون اوت اوف ورك سبيس، وبالتالي اللي سالك السؤال عباره عن سرحه والرب رايها. طيب اليونيك سوليوشن بيكون في حاله النون ريداندنت، والمالتيبل سوليوشن برضه بيكون في حاله النون ريداندنت مانيبوليترز. اما الانفينيت له حالتين، اما انه يكون ريداندنت او انه يكون سنجولار كونفيجريشن اوف نون ريداندنت مانيبوليتر. بالتالي هاي نشامه مهمه هون، انه الانفينيت نمبر اوف سوليوشنز ممكن يكون ايش في حاله الريداندنت، and this is the conventional or common way، او اذا كان عندي singular configuration للنون ريداندنت برضه ممكن يؤدي الى ايش؟ ممكن يؤدي الى اللي هي اللهم صل محمد infinite number of solutions. وبرضه هذا الحكي مر معنا في الاويلر والفيكست انجل كونفنشنز يوم كان عندي special cases، يوم كان عندي special cases. اذا متذكرين في السبيشال كيسز كان عندي الانجلز لتو انجلز يكون عندي سميشن او سبتراكشن بروسيس، صح؟ متذكرينها؟ كان عندي يكون عندي سميشن لتو انجلز او سبتراكشن لتو انجلز، وهذول التو انجلز يكون از وان فاريبل. بالتالي شو كنا نساوي بالحل؟ كنا نفترض مثلا الفا يساوي زيرو ونرجع نطلع الثالثه. هذا الفرضيه معناته الفا زائد بيتا ولا الفا زائد جاما بناء على الكونفنشن اللي انت مستخدمه بيكون له certain value. معناته أنا عندي one equation with two variables، معناته I have infinite number of solutions. بس أنا for simplicity كنا في الاكزامبل اللي بالهاندوس نفترض الألفا يساوي اللي هي zero ونكمل على الحل هذا. طيب أوكي نشامة، ال inverse kinematics problem هي عبارة عن one to many mapping أو transformation، وهذا بيؤدي إلى اللي هي redundancy. redundancy اللي هي multiple solution، يعني يكون في عندك ريدندنسي. وبالتالي في حال الريدندنسي بندور على اللي هي الاوبتيماليتي، بندور على الاوبتيماليتي اللي بنحاول نطلع اوبتيمال سوليوشن، اللي راح نشوف كيف بعد شوي نختار الاوبتيمال سوليوشن. طيب هسه النمبر اوف سوليوشنز اللي بنحصل عليهم في الانفيرس كاينماتكس بروبلم، اوكي نشامه، هذا بده يعتمد على ايش؟ بحكي عن اللي هي النون ريدندنت، اوكي، عشان انه اذا كان ريدندنت معناته هي انفينيت. بالتالي انا بحكي عن النمبر اوف سوليوشنز للانفيرس في حال اللي هي نون ريداندنت، اوكي، بيعتمد على مجموعه من الفاكتورز. اول شيء النمبر اوف جوينتس او الديجريز اوف موبيليتي، وكل ما زاد الديجريز اوف موبيليتي كل ما زاد ان جنرال النمبر اوف سوليوشنز. الشغله الثانيه الدي اتش بارامترز او الجيومتري بنسميها احنا تبع المانيبوليتر. بالتالي كل ما كان الدي اتش بارامترز اكثر اللي هي النون زيرو، كل ما كان النون زيرو بارامترز للدي اتش بارامترز اعلى كل ما كان السوليوشنز اكثر. والشغله الثالثه برضه ناقشناها هاي في تشابتر 1، انه يا نشامه احنا هون بنحكي عن الانفيرس كاينماتكس، معناته بنحكي عن ليميتس ل اللي هي الجوينت سواء الثيتاز او الديز، اوكي. وبالتالي كل اكتويتر عندي، كل موتور عندي بده يكون في له رينج اوف موشن، اوكي. كل اكتويتر عندي سواء كان ريفوليوت او بريزماتيك، روتيشنال او لينير موشن، اوكي نشامه، بده يكون في له رينج للموشن اللي سميناها في تشابتر 1 اللي هي جوينت ليميتس. بالتالي كل ما كان الجوينت ليميتس صغرت او ضاقت كل ما كان النمبر اوف فيزبل سوليوشنز بده يقل. بالتالي هذول هن الثلاث عوامل اللي بيعتمد عليهم النمبر اوف سوليوشنز تبعات الانفيرس كاينماتكس. طيب اوكي نشامه، حتى ال 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 يكون في عندي سوليوشن للانفيرس كاينماتكس بروبلم، حكيتها قبل شوي انه لازم يكون الكونفيجريشن تبعنا يكون وين؟ within الورك سبيس. وبالتالي هذا بيتطلب يا نشامه ايش؟ ممكن يكون عندي بالحاله هاي at least one feasible solution اللي هي unique solution. طيب هسه احنا حكينا هون انه في حاله ايش يا نشامه؟ في حاله اللي هي ال multiple solutions او ال infinite solutions بتطلب انه نستغل الريدندنسي ونوجد optimal solution، اوكي. بالتالي في حاله ال multiple solutions، اوكي، بدنا نعمل اوبتيماليتي للسلكتد سوليوشن، وهذا الحكي
ممكن نختار واحد من اربع حلول ان جنرال. ممكن عباره عن يكون في اديشنال اوبجكتيفز اذا بترجعوا للليترشر سيرفي اوكي في الروبوتكس كوميونتي، بس انا بحكي عندي ايش على اللي هي الحالات هاي اوكي ان شاء الله، اللي هي اول حاله اللي هي الكلوزد سوليوشن تو ذا كرنت كونفيجريشن ان جوينت سبيس. يعني يوم كل جوينت بدها تتحرك من سيرتن بوزيشن لانذر بوزيشن بدي تكون الحركه هاي اقل حركه، يعني يكون الدلتا ثيتا او الدلتا دي للجوينتس مينيمم. هاي اول حاله اوكي يا شباب. بالتالي هاي الحركه بنحكي عنها اللي هي مينيمايزنج الجوينت موفمنتس، وهاي يا شباب مش شرط انه يكون كل الموفمنتس للجوينتس they are equally weighted. اوكي يعني على سبيل المثال اذا بنرجع متذكرين البوما، متذكرين البوما يا نشامة ولا لا؟ نعم نعم دكتور. اوكي طيب هذا البوما عادة حسب ما ناقشنا انتو بس حسب تصوركم ال 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 التورك اللي بكون موجود يا نشامة اللي بتطلبه اللي هو اللاست ثري جونز اللي هن اللي سميناه سفيريكال ريست، هل بكون التورك اللي هناك مساوي للتورك اللي بتتطلبه الجوينت اللي هي الريفوليوت جوينت او الاكتويتر اللي على البيس؟ مين حامل كل المانيبوليتر؟ اكيد لا البيس طبعا دكتور. ايوه وبالتالي هون بنسمي جماعه الاوبتمايزيشن بنسوي هون مالتي اوبجكتيف ويتد. هون بيجي عندنا مثلا كل جوينت بنعطيها سيرتن ويت للموفمنت، وبالتالي كل ما كان اللود او التورك تبع الموفمنت او تبع الاكتويتر في سيرتن جوينت كبير، احنا بنحاول انه نقلل الحركه هاي الكبيره. اما والله واحد باخذ لي فيري مينيمال تورك اوكي، هذا لو تحرك حركه كبيره ما عندي مشكله، وبالتالي هون they are not equally weighted they are weighted sum of اللي هي المينيمايزيشن اوف اللي هي الجوينت موفمنت. طيب السبب او الحاله الثانيه اللي هي اللي ممكن نختار فيها اللي هي سيلكشن كرايتيريا اللي هي اوبستكل فري، يعني ما يكونش عندي اي عوائق without any collisions. طيب الشغله الثالثه اللي هي shortest time، بدي انا في حال كنت انا بمصنع اوكي نشامه انا ومش سائل لا عن كهرباء ولا عن اي شيء ثاني ولا عن energy consumption، انا بهمني البرودكشن ريت، وبالتالي البرودكشن ريت مربوط مع المينيمم تايم. واخر حاله اللي هي تو مينيمايز الانرجي اوكي، وهذا يا نشامة عادة بيكون في حالة الريموت مانيبوليشنز، يعني عندي اندر ووتر مانيبوليتر اندر ووتر وهذا اتس باتري اوبريتد اوكي، وبالتالي انا عمر البطارية زي هسه السيارات اللي بين ايدينا الكهرباء هاي، انا بهمني اختار اللي عبارة عن الطريق اللي بيعطيني اكبر عمر اللي هي البطارية اللي هي اللايف تايم تبع البطارية او الوركينج تايم تبع البطارية، وبالتالي بهاي الحاله بختار انا المينيمم انرجي اللي هي سوليوشن في حاله اللي هي المالتيبل سوليوشنز whether they are multiple or infinite solutions. هذول عاده هن الاوبجكتيف فانكشنز اللي بنستخدمهم في هاي الحاله. اوكي يا شباب طيب هسه هاي ملاحظه مهمه، بقول لك النمبر اوف سوليوشنز اذا كان عندي اني جنرال 6 ار مانيبوليتر، جنرال 6 ار يعني ما في عندي اوكي نشامة تحديدات على ايش؟ على اللي هي الدي اتش بارامترز. اني جنرال 6 ار مانيبوليترز اوكي يعني 6 ديجريز اوف فريدم ريفوليوت وذ 6 ديجريز اوف فريدم 6 ديجريز اوف موبيليتي و 6 ديجريز اوف فريدم. اكبر عدد من الحلول اللي هي 16 سوليوشنز. بس بناء هذولا السوليوشنز 16 يا نشامة كون ماثيماتيكال سوليوشنز، يعني يوم اجي اطبقهم على نيوتن رافسون بيعطيني ايش؟ بيعطيني عباره عن انه 16 سوليوشن اوكي، بس ماثيماتيكالي او اناليتيكالي ما بكون عندي ما بقدر اطلع على 16 سوليوشنز، بس ايفن ذو لو حتى حليتهم نيوميريكالي وطلع معي 16 سوليوشنز مش ال 16 سوليوشنز they are achievable. يعني أنا حكيت قبل شوي إنه في عندي joint limits،
يمكن عبارة عن واحد من السوليوشنز يكون فيه الثيتا المعينة مثلا ثيتا 3 لجونت 3 اوكي نشامة اوت اوف رينج، بالتالي هذا كل السوليوشن بده ينشط. وبالتالي اذا كان في عندي جوينت ليميتس بيكوز اوف جوينت ليميتس بعض هذه السوليوشنز ممكن تكون ان اتشيفبل او ذي ار نوت ريلايزبل، ما بقدر اخذهم بالحلول، بالتالي بعملهم كانسليشن. بس احنا هون بنحكي حل ماثيماتيكالي، يعني يوم تيجي تطبق الفورمولاز بيطلع معك حل ماثيماتكس بس مش فيزيكالي. فيزيكالي لابد ما ادخل معامي اللي هي جوينت ليميتس على اساس بعمل اكسكلوجن لسيرتن سوليوشنز بناء على اوت اوف رينج اوف جوينت ليميتس، وبيخلي مجموعه اخرى من اللي هي السوليوشنز اللي بتكون within the range of the joint limits for all joints. طيب هذه نشامة تيبل، مش مطلوب منك لا تحفظه ولا شيء، هذا عباره عن بس للمعرفه، هو عباره عن ببين لك العلاقه بين مين ومين، ببين لك العلاقه بين النمبر اوف سوليوشنز من ناحيه وايش والنمبر اوف زيرو variables اللي هن الايز لاي جنرال 6R manipulators. اوكي نشام اللي هي اذا كان عندي A1 A3 A5 zeros يكون عندي اقل او يساوي 4 solutions. لاحظ انا هون عندي 3 zeros كان 4 صار عندي 2 zeros صار قديش 8 صار عندي A3 اللي هي 0 او كلهن نون zeros صار عندي 16. بالتالي هل احنا متفقين مع القاعدة اللي حكيناها قبل شوي؟ The more non-zero parameters شو بصير؟ The more the number of solutions for the inverse kinematics problem. واضحة هاي النقطة يا نشامة؟ بالتالي أنا بالنهاية هون بوصل إذا كان كل الأيز اللي عندي اللي أيز أوكي نشامة معناته إيش؟ معناته بيكون عندي 16 solutions بس هذول mathematically زي ما حكيت but not they might not be achievable or realizable due to joint limits. طيب هسه نشان لاحظ احنا هون كل حكينا عن الايز. الايز شو هن فيزيكال؟ ارجع للدي اتش باراميترز ولا ناقشناه في البريفيوس تشابتر. الايز شو هن يا نشان؟ ديستنس. ديستنس بس بين وايش وايش؟ متذكرين الايز؟ اكس 0 اكس 1 كيف؟ along x along اوكي الايز يا نشامة هي الميوتشوال بيربنديكولار بتوين تو ايش؟ تو زد اكسس صح؟ نعم يعني عندي الجوينت اكسس تو جوينت اكسس الميوتشوال بيربنديكولار هي الايز صح؟ وبالتالي لاحظ الديسايدنج فاكتور عندي هي عباره عن الايز اللي هي الميوتشوال بيربنديكولار بتوين مين؟ between اللي هي التو جوينت اكسس او between تو زد اكسس. هذا هو اكثر شيء بهمنا اللي هي الاكسس تبع الروتيشن او تبع الموفمنت about which الروتيشن بصير او along which الديسبيسمنت بصير. هذا هو deciding factor في عدد اللي هي الحلول اللي عندي. اوكي مشان بس عباره عن البارامترز الثانيه الهم تأثير بس مش مفصلي زي هذا زي الـA. طيب خلينا نرجع لنقطة حكيناها. إذا كان عندي 2D geometries 2D geometries يكون في عندي maximum 3 degrees of freedom، وهذا الحكي ناقشناه يا نشامة في الشابتر الماضي اللي هو وين؟ يوم أخذنا الـ planar manipulators. متذكرين الـ planar manipulators؟ كان عندي هناك في عندي 3 degrees of freedom، شو هن؟ اثنين منهم position اللي هو الـ X والـ Y، وكان واحد منهم اللي هو الروتيشن او الاورينتيشن صح؟ هذا في حاله ال 2D جيومتريز. بس في حاله 3D جيومتريز لا، بصير عندي ماكسيمم 6 ديجريز اوف فريدم اللي بكون عندي 3 بوزيشن و 3 ايش؟ 3 اورينتيشن. طيب هسه نشام السوليوشنز بعد ما ناقشنا هالمقدمه هاي بدنا ندخل على اللي هي السوليوشنز للانفيرس او سوليوشن ميثودز للانفيرس كاينماتكس بروبلم. اوكي ان شاء الله. هذا حكي حكيناه مرار وتكرار انه الفورورد كاينماتكس عباره عن بتقدر تحلها بكل سهوله يوزنج ا سيستماتيك ابروتش اللي هي يوزنج الترانسفورميشن ماتريكس تي اي وذ ريسبكت تو اي ماينس 1 اللي ناقشناها، بينما الانفيرس كاينماتكس هي عباره عن نوت ستريت فورورد وبالتالي ات از ا كومبلكس ابروتش. طيب
As the solution methods the inverse kinematics problem هي عبارة عن ممكن نصنفهم ل two main categories إما closed form أو analytical وإما اللي هي numerical. أوكي نشان والclosed form هذولا لهم تصنيفين إما اللي هو algebraic methods وهاي مجرد ما قلنا إشي جبري معناته بنعتمد على transformation matrix T نعتمد على transformation matrix T والقاعدة تبعتنا اللي هي إيش يا نشامة إنه هاي الجبرايك ميثودز بس بتطبق في إيش يا نشامة في limited cases في limited cases لا سوري الطرق الجبرية they are more general than اللي هي geometric methods geometric methods هن عبارة عن اللي بنستخدمهن في اللي هي simple mechanisms أو simple geometries and manipulators بالتالي إحنا within analytical أو closed form في عنا طرق جبرية algebraic methods اللي بتعتمد على T transformation matrix وهي عبارة عن أعم من إيش من geometric methods بينما geometric methods تعتمد على physical geometry of the manipulator وبالتالي بس بنقدر نطبقهن في حالة اللي هي simple mechanisms أو اللي هي simple manipulators اللي بكون فيها الجيومتري تبعته very easy اوكي نشام أما في حالة complex cases ما بنقدر طيب الكاتيجوري الثاني اللي هي numerical methods وهاي numerical method مجرد ما قلنا اي numerical method بده يحتاج initial guess vector اوكي نشامة والطريقة تبعت الحل اللي هي multi-dimensional Newton-Raphson اللي هي method multi-dimensional Newton-Raphson method هي عبارة عن طريقة الحل اللي هي تبعتنا طيب الاناليتيكال ابروتشز احنا حكينا الاناليتيكال والنيوميريكال الاناليتيكال ابروتشز هي عباره عن الميثودز اوف بريفرنس اللي بنفضلها ليش لها مجموعه من الادفانتجز اول ادفانتجز احنا يوم يكون عندي اناليتيكال ابروتش يعني جاست بلج اند بلاي عوض واحصل هل بتكون فاستر ذان نيوميريكال ميثودز وسوتابل فور اونلاين ابلكيشنز ولا لا يس بينما اذا كانت عندك نيوميريكال ميثودز والسيستم فيري كومبليكيتد ساعتها ما بتقدر تحلها اونلاين او ريال تايم بدك تحلها اوف لاين ابلكيشن يعني نوت ريال تايم اوكي نشامه وبالتالي ليش ما بقدر نحلها عشان الكمبيوتيشنال بيرن او الكمبيوتيشنال تايم او التايم اوف سوليوشن او السبيد تبع الحل بتكون سلو وبالتالي انا عندي اللي هي الاناليتيكال ميثودز ذي ار فاستر ذي ار ويل سوتد فور اونلاين او ريال تايم ابلكيشنز بينما النيوميريكال ميثودز بعض مرات يوم تيجي تطبق اذا كان عندك كومبلكس سيستم مضبوط كومبلكس بدك حتى تحله مش كبسه زر ولا هو طالع قدامك بدك حتى تحله يمكن تقعد دقائق او عباره عن ساعات اذا كان فيري كومبلكس اذا كان فيري كومبلكس تاخذ وقت طويل اوكي ان شاء الله طيب الادفانتج الثانيه يوم يكون عندنا كلوزد فورم او اناليتيكال سوليوشن نقدر نحط ضوابط وقواعد رولز مش قلنا يا نشامه اذا كان عندي multiple solutions اوكي نشامة لازم اطلع كل solutions اوكي وبالتالي ال closed form solutions نقدر نحط من خلالها ضوابط انه نختار واحد particular solution among all existing solutions to achieve certain objectives زي ما حكيت قبل شوي اللي هي واحد من الاربع objective functions اللي حكيت عنها طيب والحسنة الثالثة انه الـ analytical methods always converge ما في عندي أنا والله احتمال إنه يعطيني divergence إذا divergence بده يكون عندي special case أوكي نشامة والـ special case بيكون لها حل والـ special case بيكون لها حل وبالتالي نشامة هون they always converge على عكس مين numerical methods اللي عبارة عن في بعض الأحيان they might diverge إذا أعطيتهم اللي هي حل initial guess بعيد عن الـ final solution actual solution اوكي نشامة او اثناء الحل واجهت singular configuration او جاكوبين كان عندك singular matrix بالتالي you cannot continue the solutions طيب numerical methods on the other side شو الادفانتج تبعاتها اكيد دائما كل حياتنا عبارة عن trade off ما في ولا طريقة عبارة عن كلها full of advantages without any limitations ولا طريقة سيئة بمعنى انها دائما عبارة عن سوء على سوء لا بده يكون لك كل واحدة trade-off, advantages, disadvantages, compromise. بالتالي يوم نحكي عن numerical methods اللي هي مجموعة من الadvantages. أول إشي. أيوة هاي نقطة ثنتين هذول they are related to the same point.
اوكي هاي نشامة numerical methods بنحلها وبنستخدمها يوم يكون ما في عندي closed form solution for the manipulator inverse kinematics problem. يوم يكون عندي الاناليتيكال سوليوشن مش موجود معناته انا مضطر اروح باتجاه مين؟ النيوميريكال ميثودز. وبالتالي هاي النيوميريكال ميثودز they are applied for any general kinematic structure. يعني قلنا قبل شويه شو عن الكومبلكسيتي حكينا قبل شويه؟ حكينا شويه قبل شويه عن الكومبلكسيتي اوف مانيبوليترز. وين راحت؟ هاي حكينا عن الكومبلكسيتي. قلنا لك الـ complexity increases as the number of non-zero DH parameters increases. أوكي نشامة؟ وبالتالي كل ما زادت الـ complexity بيصير احتمالية إنه الـ analytical methods ما تكون موجودة. وبالتالي إذا ما كانت موجودة يا نشامة معناته إيش؟ معناته أنا بكون مضطر أروح مكرهن أخاك لا بطل باتجاه مين؟ numerical methods. وبالتالي هذا عادة تطبق في إذا كان عندك general kinematic structure للروبوت manipulator بتكون بعض الأحيان مضطر إنك إيش in some cases إنك تستخدم numerical methods. طيب هذا تيرم لازم تكونوا عارفينه اللي هو مقول solvable manipulators. أوكي هي عبارة عن أول شرط إلها أنها تكون non-redundant manipulator. solvable ما بحكي عن redundant لازم تكون non-redundant. والشرط الثاني إنه manipulators non-redundant وبقدر من خلالها to determine all possible solutions. لوين؟ بحكي عن joint space configuration for the inverse kinematics. يعني إذا كان عندي non-redundant manipulator ومثلا على سبيل المثال احنا قلنا قبل شوي 16 solutions صح؟ for 6R with 6 degrees of freedom. بالتالي إذا قدرت أوجد كل الحلول اللي إله هذا بسميه سولفبل، يعني كامل بقدر احله وافصله زي ما بدي، بقدر اطلع كافه الحلول اللي له. اما اذا كان بارشل سوليوشنز مجموعه من السوليوشنز جزء من السوليوشنز ما بكون اسمه سولفبل مانيبوليتر. بالتالي السولفبل شرطين نون ريدندنت وانه يكون يوجد لي كل الحلول للانفيرس كاينماتكس بروبلم. طيب هسه يا شباب اول مانيبوليترز وذ 6 ريفوليوت and or prismatic joints. يعني بحكي عن الحالة هاي معناته إيش؟ بحكي عن 6 degrees of mobility. بحكي عن 6 degrees of mobility. هون بحكي 6 revolute and or prismatic. Having a total of 6 degrees of freedom. يعني معنى آخر معناته بحكي عن 6 degrees of freedom with 6 degrees of mobility. In a single chain معناته بحكي عن manipulator أو serial manipulator. Okay. They are solvable. كل المانيبوليترز اللي بكون in 6 degrees of freedom with 6 degrees of mobility they are solvable. معناته بقدر اوجد لهم كل الحلول. طيب في عندي هون مشكلة. شو المشكلة؟ اوكي نشامة. المشكلة انه السولفابيليتي نشامة هاي. السولفابيليتي هاي بتكون بس بنيوميريكال ميثودز. وبس في حالات خاصة جدا بنقدر نحلها analytically. وضحت؟ معناته يا نشامة إذا بدك تعقد المانيبوليتر جيومتري والدي اتش بارامترز تحطها على كيفك أنت مضطر بالنهاية إنك تلجأ لمين؟ للنيوميريكال ميثودز. بدك تاخذ سمبليفيكيشن تعمل سمبليفيكيشن للمانيبوليتر حيث إنه يكون ضمن السبيشال كيسز اللي راح نناقشهم ساعتها بتقدر تحله analytically. وبالتالي زي ما حكيت انا هون قبل شويه انه numerical methods حسنتهم انه بتحلل لك الاخضر واليابس يعني بنطبقهم في الحالات اللي ما في closed form solution عندنا وبالتالي شو ما كان عندك الجيومتري تبعت المانيبوليتر بحلل لك اياها. بينما الاناليتيكال methods they are applied only in special cases ما بتقدر لأي general 6 degrees of mobility with 6 degrees of freedom manipulator تيجي توجد lean analytical solution. وإذا حدا منكم عبارة عن بيقدر يوجد general case ل 6 degrees of freedom with 6 degrees of mobility اللي هي manipulator من هسه ياخذ شهادة الماجستير والدكتوراه بالروبوتكس. اوكي يا نشامة ما في حلول ما في حلول عبارة عن very complex case very complex scenario وبالتالي you cannot
سول بيت. طيب هسه نشان معناته ان حكينا انه only in special cases بنقدر نحلها analytically. طيب هون احنا بالسكشن اللي بعديه قاعدين نتفرج على شو هن الكيسز او شو هن الكونديشنز اللي بخلن الاكزيستنس اوف كلوزد فورم سوليوشن، يعني شو هن هذول السبيشال كيسز اللي بخلني احصل على اناليتيكال سوليوشن. بالتالي هون قاعدين بنناقش السفيشنت كونديشنز فور ذا اكزيستنس اوف كلوزد فورم سوليوشنز. اوكي هسه يا نشام مجرد ما نروح للاندستري ونناقش ونشوف اي اندستريال كوميرشال مانيبوليتر، واحده من الديتيرمينانت ديزاين كرايتيريان تبعاته انه يكون هذا المانيبوليتر اوكي له كلوزد فورم سوليوشن، مش اناليتيكال، مش سوري نيوميريكال، لازم يكون كلوزد فورم او اناليتيكال. بالتالي اي اندستريال مانيبوليتر تروح على اندستريال مانيبوليتر ويكون له ما في له كلوزد فورم وله نيوميريكال هذا فاشل، ما حدا بيشتري منك. لازم يكون كل الاندستريال كوميرشال مانيبوليترز they should have a closed form solution for their inverse kinematics اللي هي problem. طيب شو هن يا نشامة sufficient conditions اوكي حتى يكون عندي ايش closed form solutions لا 6 degrees of freedom with 6 joints. اوكي عندي حالتين، عندي حالتين. اول واحده بنسميها البايبرز كونديشن. هاي يا نشام شو بتقول لك؟ بقول لك اذا كان عندك 3 consecutive revolute joints يعني 3 r's after each other joint axes يعني 3 z's جايات ورا بعض they intersect at a common point، معناته بهالحاله هاي يا نشام ايش؟ يكون عندك الماكسيمم number of solutions عباره عن 8. اوكي نشامة، وبالحالة هاي نشامة معناته بنحكي عن الترم اللي عندي اللي هو الـ AI كونه عبارة عن عندي الـ Z axes they are intersecting، معناته الـ mutual perpendicular مش موجود the zero distance، معناته الـ AI هو اللي zero. طيب هاي أول حالة، بعيدها مرة ثانية الـ Piper's condition وعبارة عن هذا المستخدم، هذا المستخدم اوكي نشامة وعبارة عن إذا كان عندك 3 consecutive revolute joint axes اللي هي الـ Z's they intersect at a common point 3 z's they intersect at 3 point for 3 consecutive revolute joints، معناته بطلع عندك 8 solutions. ومين اللي سهل علي بالحاله هاي؟ بقول لي بالحاله هاي الاي ايز راح يكون عندك ايش؟ zeros لهذولا اللي هي ال 3 revolute اللي هن joint axes، يعني بده يكون at least 2 of them zeros. Two of them zeros. كوني ثلاثة بيطلع عندي two mutual perpendicular بين. أوكي. طيب. والشرط الثاني بقول لك إذا كان برضو عندك three revolute joints consecutive revolute joints they are parallel. أوكي نشامة. برضو بكون عندك number of solutions 8. والحالة هاي لاحظ إحنا قاعدين نقول يا أما intersecting يا أما parallel وthree. معناته مرة بشتغل على AI ومرة بشتغل على الفا اي. يوم يكون they are intersecting معناته الـ AI هي عبارة عن الزيرو، ويوم يكون they are parallel معناته هل الـ AI زيرو ولا لا يا نشام حسب ما أخذنا في الـ previous chapter؟ صح؟ بالتالي أنا كل شغلي هون على الألفا والـ A، شغلي مش على اللي هي لا الـ D ولا الثيتا، يعني هون كل شغلنا على الزد اكسس مش شغلنا على اللي هي اللي هي الاكس اكسس اللي هي الديستانسز بين الزد اكسس او الانجل بين الاكس اكسس، شغلنا على اللي هي الديستانسز بين الزدز اللي هي الايز، وشغلنا على الانجلز بتوين الزدز اللي هي الالفاز. بالتالي اذا كان عندي ثلاث جونز ورا بعض they are intersecting او they are parallel to each other، معناته بكون في عندي بالحالتين 8 solutions كماكسيمم نمبر. اوكي وبالتالي الحالتين هذول يؤدن الى انه يكون في عندي existence of closed form solution.
ان يكون كلوز فورم سوليوشن اكزيست. وضحت النقطه هاي يا هشامه؟ واضح دكتور. ممكن اعرف كيف 8 الاكزامبل واضح كيف 8 هسه هاي بنشوفها بالبوما مانيبوليتر يوم ناخذه، بس هون ما في عندنا ديريفيشن ضمن الماده هاي فيري كومبلكس اللي هي كيسز، بس ممكن من التيبل بشوف بدريش اذا بالتيبل هذا كان اللي هي هون، بس هذا لا ينطبق عليها. A3 يساوي A5، يعني هو مش قايلين لك لازم يكون ثنتين ورا بعض A مثلا 3 و A4 اوكي نعم. بيطلع 8، بس هاي اللي بالتيبل هذا لا يغطيهم اوكي نعم. هون كاثبات احنا مش مغطينهم، بس احنا بناخذ لك الاند ريزلت. نعم الاند ريزلت انه بيطلع معك 8 يوم يكون عندك 2 A's they are zeros. اوكي نسام. طيب ال يوم يكون عندك التو كونديشنز هذول ان هنا سواء البارالليلنس او انترسكشن، بيكون عندي مفهوم اسمه الكايناماتيك ديكابلينج. الكايناماتيك ديكابلينج وبالتالي الانفيرس كايناماتكس قاعدين بنعملها سمبليفيكيشن او سبليتنج او ديكومبوزيشن انتو تو سب بروبلمز. اوكي نشام. التو كونديشنز هذول اللي هن البارالليلنس او اللي هي الانترسكشن بتوين 3 كونسيكيوتيف زد اكسس. اوكي نشامه بيؤدن الى ظاهره الديكابلينج كايناماتيك ديكابلينج اللي هي العزل الفصل. اوكي نشامه. وبالتالي الانفيرس كايناماتكس تتقسم الى تو كايناماتكس سب بروبلمز. شهن اول واحده اللي هي الانفيرس بوزيشن، والثانيه الانفيرس اورينتيشن. الانفيرس بوزيشن والثانية الانفيرس اورينتيشن. طيب الانفيرس بوزيشن اوكي نشامة، متذكرين مثلا على سبيل المثال البوما؟ متذكرين رفلي البوما اللي ناقشناه؟ نعم. اوكي، هل كان يوم ناقشنا البي اكس والبي واي والبي زد فيه، كان البي اكس والبي واي والبي زد اللي فيه فانكشن اوف ثيتا 1 و 2 و 3 قلنا ولا لا؟ صحيح. أو كان الاورينتيشن فانكشن اوف وات؟ فانكشن اوف 1 و 2 و 3 وبالاضافه ل 4 و 5 و 6 صح؟ بالضبط. البوما مانيبوليتر هو عباره عن اول او اسهل حاله او اول حاله راح نناقشها ضمن الماده، هي عباره عن ايش؟ اللي بتغطي لك هاي الكونديشن. انه لاحظ اخر اذا بترجع لاخر 3 جوينتس اللي قلنا عنهم ما يعادل زد واي زد، ذا 3 جوينت اكسس ذي ار انترسكتنج في البوما مانيبوليتر اللي هي سفيريكال ريست. وبالتالي انا عندي اخر اول 3 جوينت فاريبلز اللي هن بيحددن البوزيشن، وبالتالي يوم اجي احل الانفيرس كان الانفيرس بوزيشن كاينماتكس بيكون ان ذي ار اونلي فانكشن اوف وات ثيتا 1 و 2 و 3، وبالتالي كون قسمتها من 6 فاريبلز ذا 3 فاريبلز بيكون عباره عن امكانيه المناوره والحصول على كلوز فورم سوليوشن بالحاله هاي بيكون easy as compared to اللي هي non easy اللي هي حالة الجنرال. طيب بعد ما أنا وجدت معناته سين شامة بصير عندي الحل مرحلتين، باجي في البداية ببلش بالinverse position kinematics أوكي نشامة، ومن خلال ال px وال py وال pz بوجد مين؟ بوجد theta 1 و theta 2 و theta 3. هاي أول مرحلة بخلصها، بعدين بروح للمرحلة الثانية اللي inverse orientation kinematics. بالحالة هاي نشامة given اني اوجدت الثيتا 1 و 2 و 3 بروح للروتيشن ماتريكس اللي هي 9 elements، بطلع منها 3 independent variables ولا لا؟ ال 9 elements مش بطلع منها 3 independent variables ولا لا؟ وبالتالي من الروتيشن ماتريكس يا نشامة بطلع ال last 3 joint angles اللي هي ثيتا 4 و 5 و 6. بالتالي it's sequential two stage process. هون انا قسمت الكاينماتكس الانفيرس كاينماتكس للبوزيشن، فصلته عن الانفيرس كاينماتكس لمين؟ للاورينتيشن. بالتالي ببلش في البوزيشن، والبوزيشن is only related، يعني البوزيشن بي اكس بي واي بي زد is related with ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3. بالتالي من given بي اكس بي واي بي زد we come back and solve ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3. بعدين بروح للانفيرس اورينتيشن، و
يكون عندي given مين؟ given الروتيشن ماتريكس اللي هي 9 elements. اوكي نشامة. بدي اطلع منها 3 independent elements. اوكي نشامة. وkeeping in mind انه هاي راح تعتمد برضو على ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3. هذول بكون عندي numbers. بعوضهم في الروتيشن ماتريكس. بصف الروتيشن ماتريكس only dependent on 3 ثيتاز. 4 و 5 و 6 ومنهم بطلع اللي هي 3 ثيتاز هذول من الروتيشن ماتريكس اللي فيها 9 elements but 3 are independent. واضح يا نشامة؟ واضح مفهوم الكاينماتيك ديكابلينج؟ هذا مهم في موضوع الروبوتكس. كل الاندستريال مانيبوليترز عباره عن بيستخدمونه. طيب اخر ملاحظه بقول لك اللي هي most of the commercial manipulators industrial manipulators بيطبق مين؟ البايبرز ميثود. البايبرز ميثود. شو البايبرز ميثود؟ اللي هي هاب. اليوم يكون عندي 3 consecutive revolute joint axes الزيدز they are intersecting. They are intersecting. اوكي يوم يكون عندي intersection ل 3 اللي هي اي 3 axes subsequent. اوكي معناته بحقق البايبرز كونديشن وبحقق الكاينماتيك ديكابلينج وبالتالي نشامه هذا المستخدم في اللي هي الاندستريال مانيبوليترز من خلاله بقدر اطلع اللي هي الكلوزد فورم سوليوشن. اي سؤال لغايه الان يا شباب؟ ان شاء الله امور تمام. تمام يا نشامه. طيب هسه من ضمن حل الكلوزد فورم ميثودز من ضمن الكلوزد فورم ميثودز في عندنا طريقه اسمها الباولز ميثود. هاي الباولز ميثود هي عباره عن طريقه كلوزد فورم ولكن تستخدم للسمبل جيومتريز اللي بكون فيها عاده معظم الدستنسز اللي في الدي اتش بارامترز. في حاله الدستنسز في الدي اتش بارامترز احنا قاعدين بنحكي عن الايز والديز صح؟ نعم. يكون فيها معظم الدستنسز زيروز او معظم الانجلز اللي عندي اللي هي الفاز او الثيتاز بناء على نوع الجوينت اللي عندي سواء ريفوليوت او بريزماتيك. اوكي نشامه. يكون معظم الانجلز عباره عن ايش؟ يا اما زيروز او بلس اور ماينس 90. بالتالي هاي بتسهل علي اذا زيروز او بلس اور ماينس 90 يوم نحكي عن ساين وكوساين كلها تؤدي الى نفس النتائج. اوكي نشامه. وبالتالي اذا كان عندي سمبل جيومتري اوكي نشامه بقدر استخدم هاي الطريقه بحيث انه ايش اللي هي الباولز ميثود بحيث انه ايش احل واوجد كلوزد فورم سوليوشن. اوكي نشامه. بدون ما اعقد حالي بتعقيدات اللي هي اكبر من هيك. طيب هسه يا نشامه بدنا نفترض انه عندنا موجود الديزيرت هوموجينيوس ماتريكس اللي هي تي ديزيرت از جيفن. يعني بمعنى اخر هاي نشامه شو تمثل؟ انه انا عندي المعلومه عن مين؟ عن التي ان وذ ريسبكت تو زيرو بس نيوميريكال. التي ان وذ ريسبكت تو زيرو اللي هي شو حكينا عنها قبل شوي؟ التي ان وذ ريسبكت تو زيرو اللي هي الريست بالنسبه لمين؟ البيس. للبيس. بالتالي اذا كان الريست للبيس عندي معروفه نيوميريكال اللي بسميها انا الديزيرد هوموجينيوس ماتريكس. هاي جيفن نيوميريكال. ها لاحظ معي هون نيوميريكال بدنا نميز مين النيوميريكال ومين السيمبوليك مين الانونز. بالتالي في حاله الانفيرس انا بدي يكون عندي شيء نيوميريكال ومن هذا النيوميريكال بدي اوجد الفاريبلز. بالتالي الديزيرد هوموجينيوس ترانسفورم تي ديزيرد از جيفن. وبالتالي هاي نشامه الطريقه هاي بتتالف من الفولوينج ستيبس. اول شيء شرط من شروطها انه يكون الفورورد كاينماتكس موديل موجود. يعني بمعنى اخر تي ان with respect to zero موجودة وكل مش بس تي ان with respect to zero تي ان with respect تي ان minus one with respect to zero تي ان with minus two with respect to zero كل السلسلة هاي لازم تكون موجودة. يعني عندي كل إشي بتعلق باللي هي الفورورد كاينماتكس تبع المانيبوليتر. بالتالي بس أنا ببلش فيها باللي هي تي ان with respect to zero اللي هي الريست with respect to اللي هي base frame. هاي أول شرط لازم نوجد. يعني اصلا يكون موجود بس انا بقول لك هو موجود. طيب بعدين يا نشامه بنيجي بنطبق ريكيرسيف بروسيجر. ريكيرسيف بروسيجر. الريكيرسيف بروسيجر هسه متذكرين التي ان وذ ريسبكت تو زيرو اللي هي زي هون.
هاي نشأمة زي هيك، أنا باجي بعمل دبل كليك أقول يفتح حسة بوجهكو. ماث تايب دكتور؟ ها؟ ماث تايب؟ ما بدريش على إكويشن إديتر. هذا يا عمر عندي ملف 8 صفحات كله إكويشن، استغلته زمان أخذ مني أيام، فمليح لي دخلت. بدي أعطيك إياه وتحول لي إياه بأي طريقة، هاك كراك أي شيء اللي عبارة عن يرجع. أنا عندي على إكويشن إديتر بعمل عليه دبل كليك، اليوم يكون أوكي بزبط، هذا مش ظابط. وفي عندي ملف 8 صفحات بدي أودي لك إياه على أساس إنك إيش ترجع لي اياه للايكويشن تايب، للايكويشن اديتر تايب اللي اعمل فيه شويه مانيبوليشنز وتعديلات. لا دكتور، بس هذا دكتور هذا الماث تايب بيكون له برنامج خاص. طيب برنامج ماث تايب. عمر انت بتعرف مبدئي؟ ايش مبدأك دكتور؟ مش مبدأي انا، الي العنب ماليش بكتالة الناطور. مزبوط. انا بودي لك هذا وبودي لك العبارة عن الـ 8 pages equation editor هذا على الماث القديم، هذا يمكن يكون على مش داري أي فيرجن من الـ word file، يمكن أول ما بلشت أدرس المادة قبل 2010. أوكي، وبالتالي أنت بتحول لي إياه لإشي 365 word 365 أو أي newer version اللي أقدر أعمل editing. أوكي، فبالتالي روح وغيص وغيب وجيب. اوكي يا عمر. وبعدين ودي لي اياهن على اساس يكون الوضع تمام، عشان كل الكويشنز اللي عندي they are editable بضمن اللي هي المنهاج اللي هي الهاند اوت تبعتي، بس اللي هي هذا مثل هيك شغلات not editable، في بعض الحالات ما بكون editable، ما كانت بي converted، بتعامل معها كايمج يعني، لاحظ هون وبقول لي كايمج. تمام دكتور. طيب هسه مشان بنيجي على الفورورد كاينماتيك اكويشن هاي اللي هي forward kinematics 6 with respect to 0. هل هي حاصل ضرب؟ هذول الماتريسيز اللي أخذناهن، هذول اللي أوجدناهن من خلال إيش؟ من خلال تي آي with respect to I minus 1 اللي بالforward kinematics، صح؟ وبالنهاية أوجدنا 6 with respect to 0 اللي سميناها forward kinematic model. طيب هل هاي forward kinematic model اللي فيها unknowns لازم تساوي الديزيرد اللي كلها numerical؟ صح ولا لا يا نشام؟ معاي؟ نعم نعم نعم. طيب شو باجي بساوي؟ باجي بساوي خطوة خطوة، باجي بضرب يا نشام بإيش؟ باجي بضرب الماتريكس هاي الفوقية الأولى بضربها بالإنفيرس تبع هاي، باجي بسحب ترانسفورميشن ماتريكس 1 at a time، بحولها وين؟ على الليفت هاند سايد. يعني أول خطوة باجي بعمل multiplication للانفيرس T10، الانفيرس تبعها بكون T01، T01 عشان هيك 10 الانفيرس تبعها T01، وبضربها بالليفت هاند سايد. شو بصير؟ T ديزيرت مضروبه بمين من الليفت هاند سايد؟ T01. اوكي، هاي بسميها U1. شو ضل عندي على الرايت هاند سايد؟ هو ضل عندي من 1 ل 6، صح؟ هاي، وبالتالي هاي بسميها فورورد كينيماتيك 6-1. هاي اول خطوه، خليني بس أشرح لكم الإكويشنز اللي هون بعدين بناقشكم فيهم. الخطوة الثانية ضمن الخطوة هاي الأصل، أوكي نشامة، أنا بكون عندي بالليفت هاند سايد، أوكي، هاو ماني أنونز هون بيو 1 أو بهاي؟ شو رأيكم بالليفت هاند سايد هاو ماني أنونز؟ خمسة. لا لاحظ، مش احنا قلنا كل ترانسفورميشن ارجع للفورورد كينيماتكس، مش قلنا في عندنا لكل جوينت في عندي فور بارامترز؟ صحيح. ثلاثه منهم شو مالها؟ زيروز. لا فيكست. سوري صح تكست. ثلاثه فيكست، ومين الانون الفاريبل اللي يا اما الدي اي او الثيتا اي بناء على الريفوليوت او بريزماتيك، صح؟ 100%. طيب انا معناته كل واحده من هذول، كل واحده من التيز فيها مجموعه من الفيكست اللي هي حسب ما ناقشنا تي اي وذ ريسبكت تو اي ماينس 1 في المحاضره الماضيه، فيها عباره عن كل 3 من 4 بكون ان ذي ار فيكسد، يعني جيفن نيوميريكال، وبكون عندي 1 فاريبل. مين هو ال 1 فاريبل؟ اللي هو اما الثيتا اذا كانت ريفوليوت او الدي اذا كانت بريزماتيك، صح؟ نعم.
طيب معناته هل التي 1 with respect to 0 لو افترضناها ريفوليوت معناته هل هي function of theta 1؟ نعم. طيب انا نقلتها صارت هون function of theta 1 معناته left hand side اللي هي 1 سميتها انا اللي هي تي ديزيرد هاي جيفن نيوميريكال يعني كل ارقام صارت ضربتها بتي 0 1 صفت الليفت هاند سايد هذا اللي هو نفسه هذا اللي انا افترضت رمزه يو 1 هو عباره عن ايش؟ هو كله نيوميريكال ما عدا في 1 انون اللي هو ثيتا 1 لو افترضتها صح؟ صحيح. هسه باجي بعمل له كومباريزون مع البقيه انا سحبت 1 with respect to 0 شو صفى؟ صفى عندي 6 with respect to 1 اللي هي فورورد كينماتيك 6 with respect to 1 بسوي الماتريكس ايكواليتي ومن الماتريكس ايكواليتي بصير اتفرج وين في ثغرات بين الرايت هاند سايد والليفت هاند سايد وين في ثغرات ممكن اختراقها ممكن اوجد من خلالها مين اول فاريبل اللي هو مين ثيتا 1 وبالتالي الثغرات هاي لازم تكون موجوده اذا كان عندك سمبل جيومتري احنا قلنا هاي الطريقه تستخدم وين هاي فور سمبل جيومتريز بالتالي لابد ما يكون اذا كان الجيومتري سمبل لابد ما يكون عندك ثغره تلاقي بالمقارنه بين مين ومين يا نشامه يوم تقارن اللي هي هذا الليفت هاند سايد اللي هي في 1 انون على سبيل المثال ثيتا 1 والرايت هاند سايد وفي انونز كثيره بس ممكن تلاقي ثغره اذا كان سمبل جيومتري اوكي نشامه ممكن تلاقي في ثغره اللي عباره عن توجد منها عباره عن ثيتا 1 اذا كنا نحكي عن ريفيو جوينت لاول واحده طيب معناته بالحاله هاي بكون انا من الايكواليتي من الماتريكس ايكواليتي هاي اوكي نشامه طبعا انا يوم اساوي الماتريكس ايكواليتي هاو ماني ايكواليتي او هاو ماني ايكويشنز شود اي لوك تو او شود اي اوبزيرف هل انا بدور على وين وين احسن ثغره ب 12 ايكويشن ولا لا؟ صحيح انا عندي الفيرست 3 روز هن اللي بيعطينا المعلومات اللي اول ثلاثه منهم كولمز للروتيشن واخر ثلاثه للبوزيشن بالتالي انا بتفرج وين من 12 اليمنتس هذول وين في ثغره اوجد مين؟ اوجد من خلالها الثيتا 1 معناته بيكون ثيتا 1 فرطت باول خطوه هون صحيح طيب بعدين شو بسوي؟ بستمر في الحركه باجي بمسك هاي باجي بمسك هاي الايكويشن باجي بضربها بالانفيرس تبع 2 1 هاي واضح معي شباب؟ نعم باجي بضربها بالانفيرس شو الانفيرس تبعها بصير؟ 1 2 هيو صحيح 1 2 واللي قبليها هاي هي يو 1 اللي هي هاي حليتها اوريدي نيوميريكال صارت هاي بعد ما اوجدت انا ثيتا 1 صارت يو 1 شو مالها نيوميريكال نون ولا لا؟ نيوميريكال نعم بالتالي يو 1 از نيوميريكال نون وهذا 1 with respect to 2 how many variables does it contain؟ variable 1 ثيتا 2 واحد يا ثيتا يا دي بالتالي صفى عند الليفت هاند سايد اللي هو يو 2 اللي هو هذا it contains only one variable مره ثانيه هاي بسويها بمين؟ بهذول لازم يكون عندي كل الفورمز هذول للفورورد كينماتكس عندي كل الفورمز 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 لازم يكون ان هذول انا اذا افترضت 6 زي شباب انا هون مفترضها 6 بس راح ناخذ اكزامبلز ما بتوصل ل 6 يمكن يكون 3 تمام بس انا هون قاعد بناقش لك ال 6 حق ال 6 degrees of اللي هي موبيليتي وبالتالي ان شاء الله هون صفى عندك هذا قلنا بكون عندي function of one variable وهذا بكون forward kinematics برضو بعمل comparisons بين 12 equations right and left وبشوف وين في ثغرة عندي ومنها بطلع مين بطلع second variable للجونت اللي عندي whether theta or d معناته صفت عندي u2 معروفة صح نعم وبستمر بهالموال هذا باجي بحول هاي على الليفت وبعدين بحول هاي على الليفت وبعدين بحول هاي على الليفت حتى كل الماتريسيز يفرطن عندي واوجد مين؟ واوجد كل الانونز وضحت يا نشامه؟ وضحت وضحت ان شاء الله هاي بس دير بالك هاي ما بتزبط يوم يكون عندك كومبلكس جيومتري يوم يكون عندك كومبلكس جيومتري عشان هاي اللي هون اللي على الرايت هاند سايد راح يكون كل اللي فيها الاليمنتس اللي فيها انونز وبالتالي انت قاعد بتسوي انونز بالليفت مع انونز بالرايت بصير فيك تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي وضحت؟ بالتالي هاي بتزبط بس يوم يكون عندك سبيشال كيسز سمبل جيومتريز يوم يكون في ثغرات بالرايت هاند سايد اللي اطلع منها مين؟
الفاريبل الوحيد اللي بكون one variable at a time وين؟ بالليفت هاند سايد اللي هي هو هاي او هاي او هاي او هاي او هاي. وضحت يا شباب؟ ان شاء الله واضح. بالتالي هي بقول لك in the above cases الماتريسيز on the left contain only one variable while right hand side matrices are obtained from the forward kinematic model of the manipulator. وبالتالي خلينا نشوف الاكزامبل اللي عندنا. هاي عندنا DH parameters 3 joints. ولاحظ اللهم صل على النبي يعني الالفاز زيروز وعندي الفاريبلز هون ثيتاز وديز يعني ما يعادل عندي 2 كولومز اذا بس جمعهم هيك مع بعض 2 كولومز عباره عن ايش؟ زيروز 2 كولومز زيرو وهذا انون وصفى عندي الاي ايز عباره عن ايش؟ برضه نيوميريكالي يعني they are the same. وبالتالي كل ما زاد الزيروز كل ما كان وضعنا ايش؟ اسهل. كل ما كان the more non zeros the easier the solution. بالتالي خلينا نشوف الباول ميثود بقول لك اطلع لي يا نشمي ايش؟ اطلع لي الفورد كاينماتكس تبع الموديل هذا وفرجيني بخطوات باستخدام الباولز ميثود انه انا بدي تطلع لي جوينت فاريبلز. وش هن الجوينت اللي عندنا؟ ثيرد جوينت ثيتا، السكند جوينت دي 2 دي فيز ميثود، الثيرد جوينت ثيتا صح؟ نعم. بالتالي عندي ار بي ار المانيبيليتر اسمه هذا بسموه ار بي ار ريفوليوت بريزماتيك جونت. طيب اوكي نشامه وبقول لك بعديها اوجد الجونت فاريبلز اللي هي اللي عندنا الثيتا 1 والدي 2 والثيتا 3 بحيث انه الديزيرت تبعتنا تبعت الديزيرت تبعتنا تبعت الماتريكس هاي هي تعدلت هاي تعدلت ما هو مش كله بزبط. اوكي نشامه مش كله بزبط. بالتالي حتى تحقق هاي بدي الديزيرت تكون هيك. ولاحظ يا نشامه اذا بتتفرج على الديزيرت هل هي يعني فيري سمبل كمان الديزيرت النيوميريكال فاليو اللي معطى عندك هل هي فيري سمبل؟ يعني لاحظ الروتيشن ماتريكس هل الروتيشن في روتيشن؟ شو رايك يا نشامه؟ هل الروتيشن يساوي اي؟ الروتيشن يساوي اي يعني فريم 3 عن فريم 0 it has no difference in rotation بس الفرق الوحيد وين؟ 6 هتصير تحت الديفرنس بالاكس صار عندي موفمنت بالاكس دايركشن بينما الواي ما فيش والزد ما فيش والروتيشن ما فيش معناته كل هالفريمز وضرب بطرح بس ولدين لي بس حركه وين؟ باتجاه الاكس دايركشن بمقدار 6 يونتس صح؟ والروتيشن نفسه. طيب خلينا نشوف هنا شان. اوكي هسه هاي هي اللي هي الديزيرت صح ولا لا يا نشامه؟ صحيح اللي هي الجيفن. يوم اجي احسب الفورورد كاينماتكس 3 تو 0 بطلع معي هاي الماتريكس بناء على الدي اتش بارامترز اللي هون. يوم اجي اضربهم ببعض بطلع معي الفورورد كاينماتكس موديل هاي. بالتالي تعال تفرج هسه بدنا نساوي هاي الايكويشن مع هاي الايكويشن and how many elements are compared اول رو ثاني رو ثالث رو هني بعمل لهم كومبارزن واخر رو حموله زايد صح. وبالتالي عندك 12 elements من اليسار و12 elements من اليمين. بالتالي هذا في الموست جنرال كيس بس بحالتنا ما في داعي. اوكي يا شامة. طيب تفرج هل دي 2 دايركتلي يساوي 0؟ نعم. هيا انا كاتب لك الخطوات تبعتها بالتفصيل. دي 2 0. طيب هاي دي 2 طلعت. طيب شو بنقدر نطلع بعديها؟ هل ال 4 ساين ثيتا 1 يساوي 0؟ نعم. وهل 4 كوساين ثيتا 1 بلس 2 يساوي 6؟ هاي معناته هذول الثنتين نجمعهن وبنطلع منها ساين ثيتا 1 0 وكوساين ثيتا 1 1. بعدين بنطبق الكوماند تبعتنا ما غيرها اللي هي الاتان 2 متذكرينها؟ وبطلع معي اول فاريبل فرط اللي هو ثيتا 1 قديش قيمته؟ 0 0. طيب لاحظ هسه بدنا نرجع وين؟ هسه معناته هذا كله البوزيشن استغليناه ظل شيء نستفيد منه اكثر؟ لا طلعنا منه الدي 2
اللي هو second variable طلعنا منه first variable. طيب وين بقدر أطلع third variable اللي هو theta 3؟ لاحظ هون عندك حط لك هن بالأحمر، اللي بدك تطلعهن منهن حط لك هن بالأحمر حتى تميز. وبالتالي عندي cosine theta cosine 1 plus 3 وsine 1 plus 3، هذول إذا أخذتهن وسويتهن ب 1 و 0 يعني cosine 1 3 is equal to 1 وsine 1 3 is equal to 0، هل collectively بطلع يا نشامة اللي هن هذول 2 equations اوكي نشامة؟ وانا اوريدي هل طلعت هون؟ لاحظ تعتمد على 1، وهل اوريدي 1 انا طلعتها ولا لا؟ هيها 1 ما طلعناها 0، 1 طلعناها يا نشامة انه قديش قيمتها؟ 0 اوكي نشامة. بالتالي من هاي وهاي بطلع الكوساين للثيتا 3 والساين للثيتا 3، واخر خطوه بطبق الاتان 2 وبيطلع معي also theta 3 is equal to what؟ زيرو. بالتالي السوليوشن سيت تبعنا للانفيرس كاينماتيك للمانيبوليتر هذا اللي ابسط من البسيط هي عباره عن هي، بس دي 2 مش زيرو، دي 2 زيرو طلعت هي زيرو مظبوط. بالتالي نشامة هي عباره عن فيري سمبل كيس وكله طلع نل. طلع نل ما في ولا حركه ان شاء الله صح؟ طلع يعني عباره عن هو زي بسموه الريست كونفيجريشن او الريست كونفيجريشن اللي هو يوم زي يكون عندك سي ان سي ماشين، هو عباره عن الريست كونفيجريشن يعني قبل ما يتحرك اي حركه كل الفاريبلز تبعاتك شو مالها؟ مصفرات مصفرات. طيب خلينا نشوف اكزامبل اصعب. هذا بده حكه دماغ شوي مش كثير، اللي هو مر معنا وين؟ سكار في البريفيوس شابتر اللي هو السكار اوكي، ومره ثانيه حطينا لك الدي اتش بارامترز تبعته اوكي نشامه. وبقول لك بعدين اوجد مي الكلوزد فورم سوليوشن فور ذيس مانيبوليتر الانفيرس كاينماتكس. طيب هسه حتى نوجد نشامه، مش احنا اذا متذكرين هون قلنا بالحل فرجت على الرايت هاند سايد هاي قلنا بلزمك كله 6 with respect to 0 6 with respect to 1 لحد 6 يعني بلزمك من n with respect to 0 لحد n with respect to n minus 1 صح؟ نعم. بالتالي هون يا نشامة انا ما بكفيني بس ان يكون عندي هاي الدي اتش بارامترز فور سمبلسيتي، يجينا كتبنا لكم وين راح؟ For simplicity جينا كتبنا لكم كل الـ individual transformation matrices لأن هذول 1 0 2 1 3 2 و 4 3 اوكي، شنو هذول راح يلزم لنا ونستخدمهم اوكي نشامة. وبعديها اطلعنا مين؟ اطلعنا الفورورد كاينماتيك موديل اللي اوريدي اطلعناه زمان بالشابتر الماضي previous chapter. طيب وهسه هاي الديزيرت، وهون يا نشامة احنا مش قاعدين بنحله for certain numbers، قاعدين بنحله general. لاحظ انا معطيك الفالوز، اذا بنقارن هاي نشامة الفورورد كاينماتكس، بالتالي بالفورورد كاينماتكس هذا هو البي اكس اللي هو هون صح، وهذا هو البي واي اللي هو هون، وهذا هو البي زد اللي هي هون، وهذولا الزيروز والونز لا عليهم اختلاف ما لهنش دخل. صفي عندي هاي الاليمنت اللي هي ار هاي ار 1 1 وهاي ار 2 1 اللي هي هاي باي كومباريزون، وهاي عباره عن اللي هي ار 2 2 ار 1 2 اللي هي هاي اوكي نشامه. بالتالي هون احنا سوينا عباره عن هذا هو الجنرال فورورد كاينماتكس، واحنا بناء عليه اعطيناك هذا الديزيرت كونفيجريشن بس سيمبوليك يعني بدون ما نعطيك ارقام، بس هذا عرض الواقع. بنفترض يوم بدك تحل سيرتن كيس بدك يكون عندك بي اكس جيفن وبي واي جيفن وبي زد جيفن والارز هذول جيفن صح، بس هنا ما بدي احلها فور سيرتن نيوميريكال فاليوز، بدي احلها جنرال اللي ما عليك غير تعوض شو قيمه البي اكس والبي واي والبي زد والارز ويطلع معاك اللي هي الثيتاز اللي عندك. هاو ماني ثيتاز عندنا يا نشامه؟ هون عندنا هيو
ثيتا 1 ثيتا 2 دي 3 وثيتا 4 صح؟ نعم. بالتالي خلينا نشوف كيف بدنا نبلش. اوكي ملاحظه حكينا هاي نشامه في البريفيس شابتر انه اذا بنتفرج على اللي هي البي اكس والبي واي هذول هل فيهم ثيتا 4؟ يعني هون لاحظوا نشامه بي اكس وبي واي وبي زد they contain ايش؟ they contain first angle ثيتا 1 they contain second angle ثيتا 2 وذي كونتين ثيرد فاريبل اللي هي دي 3 بس ما فيهن مين؟ ما فيهن ثيتا 4. بالتالي وين ثيتا 4 بتبين؟ بالاكس والواي لا بالروتيشن بالروتيشن يعني نعم بتبين هيها بالروتيشن بالروتيشن ايلمنت هيها 4 مبينه قدامك بينما هون ثيتا 4 از ميسنج. اوكي نشامه طيب خلينا نشوف شو خطوات الحل. خطوات الحل بنيجي بنبلش وين؟ بأضعف حلقات. قبل شوي قلنا لك بدنا نبلش بأضعف الحلقات يا نشام. بتبلش بأضعف اللي هي الحلقات. بالتالي هاي عندي انا البي زد ولا تنسى انه بفترض هاي الماتريكس كلها نيوميريكال نون بس انا هون بنحلها سيمبوليك. بالتالي بي زد هاي شو تساوي؟ ال1 ماينس دي 3. بالتالي بناء عليها هل بطلع الدي 3 اللي هو الفيرست صحيح اللي هو الجونت فاريبل الثالث اللي هو اول واحد بفرط معنا ولا لا؟ هاي حاط لك اياه بالاحمر اللي هو دي 3 اوجدناه فيري سمبلي من بي زد. طيب بعدين يا نشامه هذا فرط معناته هذا فرط. اوكي يا نشامه بعديها بنتفرج على بي اكس وبي واي. اوكي نشامه هذا نشامه إذا بنعمل له سكويرنج وبنعمل له سميشن لاحظ عندي هون كوساين وساين وهون كوساين وساين راح يطير عندي واحد من الانجلز اللي عندي عشان انه هاي الكوساين راح تطير وهاي الكوساين راح تطير. اوكي نشام الساين وبالتالي راح يطلع عندي بس حسب الضرب. خلينا نشوف شو راح يطلع. بالتالي هاي البي اكس والبي واي حطيناهن هون وبعدين اجينا ربعناهن سكويرد اند ادد. يوم اجينا عملنا سكويرنج اند ادينج بدون ما تدخل بالتفاصيل راح يطلع معك اللي هو ال2 سكويرد بلس ال3 سكويرد بلس ايش؟ 2 ال 2 ال 3 كوساين ثيتا 2 صحيح وضحت يا نشامه. بالتالي هون معنى اخر ثيتا 1 اليمينيتد من الحسبه تبعتنا صح؟ صحيح اليمينيتد. بالتالي هون هذا يوم الربع وهذا يوم الربع ونجمعهم. طبعا هذا يا نشامه ما بنزل عليك وحي انه يقول لك اعمل هيك. It's an trial and error process. يعني بتقول أنا بعطيك الهنس وهذا موجود بالروبوتكس كوميونيتي إنه عادة السكويرنج مع الساين والكوساين ممتاز. فبتجرب السكويرنج هل زبط زبط ما زبط معناته بدك تدور على other alternative. وضحت؟ تمام. بالتالي هون جينا نشامة جينا ربعنا وجمعنا وبالتالي طلع عندي هاي الإكويشن معناته هل منها بوجد هاي function of theta 2 only؟ It's function of theta 2. معناته من هنا نشامة باجي بقول theta 2 what does it equal اللي هي بنقول هذول على الجهة الثانية وبقسمها على 2 L1 L2 وبالتالي بتطلع معاي اللي هي هاي هي theta 2. طيب بعدين وجدنا theta 2 بعدين بنروح للtrigonometric equations اللي هي sine squared plus cosine squared of any angle is equal to unity صح؟ صحيح. بالتالي باجي بطلع الساين ثيتا 2 عن طريق الماتر اللي هي الايكواليتي هاي. ولا تنسى انه يوم يكون عندك اي سكويرنج بيكون عندك بلس اور ماينس معها يوم بدي اخذ سكوير روت. وبالتالي اجيت انا ما علي غير اجيت هاي ال1 وهاي الكوساين سكويرد اجيت سويت هاي سكويرد عوضتها هون مباشره وبالتالي طلع معي الساين والكوساين. طيب اذا انا طلعت الساين والكوساين
معناته هل انا جاهز اطبق الاتام 2؟ نعم. جاهز نطبق. طب في ناس يمكن يسال من هون يا دكتور ليش ما طلعت ثيتا 2 عن طريق الكوساين انفيرس؟ بتبين بس لانه ايفن فانكشن بتعرفش انها بلس ماينس ما بتعرف عنها. ايوه هذا ناقشناه في البريفيوس تشابتر اذا متذكرينه. يوم ناقشنا الساين والكوساين والتان لحالها قلنا لك انه ما بتبين لك الكوادرنت اللي فيه الزاويه صح؟ صحيح. هذا دفناه مع بعض. دير بالك يا شامة انك توجد من سنجل تريجونومتريك ايكويشن ساين او كوساين او حتى تان لا، لابد ما انك تحصل على الساين والكوساين وبعدين تستخدم الاتان 2 حتى تطلع حسبتك 100% انت موجد الفاليو بلس الكوادرنت اللي هي فيه. بالتالي نشامة ما علينا غير يجينا بنيجي اوجدنا الساين واوجدنا الكوساين وبالتالي هذول كلهم صار عندي نيوميريكال فاليوز، بنيجي بنعوضهم هون وبطلع عندي مين اللي هي ثيتا 2. لاحظوا ثيتا 2 لها 2 سوليوشنز بلس اور ماينس صح؟ ثيتا 2 لها 2 سوليوشنز بلس اور ماينس. اوكي نشامه عندنا ليش؟ شنو الساين اللي عندي هون؟ بلس اور ماينس، بالتالي يوم احطه هون الساين بالاتان 2 بيطلع كوفيشنت برا البلس اور ماينس. اوكي نشامه في قاعده بتقول لك لو كان هون عندك بلس اور ماينس بيطلع وين؟ بيطلع برا. وهذا حكي مرمانا برضه بالبريفيوس تشابتر. طيب هسه يا نشامه معناته هي ثيتا 2 فرطت، شو صرنا فارطين لحد هسه؟ اول شيء دي 3 وبعدين ايش؟ ثيتا 2، شو ظل علينا؟ ظل دي ظل ثيتا ثيتا 1 وثيتا 4 اي ثينك ولا لا؟ 2 4 ايوه ظل علينا ثيتا 1 وثيتا 4 بس الحكمه تقتضي اني ابلش بثيتا 4 ولا بثيتا 1؟ حسب الابسط. ما هي هون نلاحظ النشامه انا عندي هون مجموعهم صح؟ نعم. بالتالي انا هون ارجع للبي اكس والبي واي هل عباره عن ثيتا 2؟ مش قلنا قبل شوي شو اوجدنا احنا؟ ثيتا 2. هسه كونها ثيتا 2 اوجدت، هل صار البي اكس والبي واي فانكشن اوف اونلي ثيتا 1؟ معي شباب؟ نعم. كوني اوجدت ثيتا 2 هاي فرضت قبل شوي معناته صار البي اكس هذا فانكشن اوف وات؟ ثيتا 1. والبي واي فانكشن اوف وات؟ ثيتا 1. بالتالي من البي اكس والبي واي الاصل بعد ما اعوض قيمه ثيتا 2 هون يطلع معي يطلع معي اللي هي اطلع من خلالها ايش؟ اللي هي الزاويه اللي عندي اللي هي ثيتا 1. بالتالي هي بقول لك فايندينج ثيتا 1 فروم بي اكس وبي واي افتر فايندينج مين؟ ثيتا 2 من الخطوه السابقه حسب ما يلي. بقول لك ستارتنج وذ بي اكس هاي هاي عباره عن البي اكس اللي مش هيك هي؟ بس شو الفرق بينها وبين هون؟ هون كنا نحط لك كوساين 1 2 وقلنا لك كوساين 1 2 شو يعني؟ معناتها كوساين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 يعني بس هون فرضنا لك اياها وبينا لك اياها بشكل افضل. بالتالي هاي عندي البي اكس. تعالوا ونرجع زي ما سوينا بشابتر 1 بالبدايات، متذكرين الروتيشن ماتريسيز وغيره؟ هاي نشامة تريجونومتري ايكويشن بقدر اعملها سبليت لكوساين كوساين وساين ساين وذ نيجاتيف صح؟ نعم. ماشيين معاي؟ طيب بعدين باجي هذول نشامة عندي 1 ايكويشن هون شو فيها نونز وشو فيها الانونز؟ تعالوا معاي L2 نون كوساين ثيتا 1 unknown كوساين ثيتا 2 known وهاي known وهاي ثيتا 2 known وهاي known معناته صفى عندي في تيمز فيها ساين ثيتا 1 وفي تيمز فيها كوساين ثيتا 1 باجي بجمع التيمز اللي فيها الساين لحال والتيمز اللي فيها الكوساين لحال واضح؟ واضح. بالتالي جيت جمعت هاي البي اكس وحطيت التيمز اللي فيها الساين اللي هو مين؟ يتيم وين هو؟ هذا والتيمز اللي فيها الكوساين هاي الثنتين هذول بالتالي جمعتهم مع بعض وحطيتك بالاحمر انه عملنا فصل ساين وكوساين وهي الكوفيشنز هذول شو بكونن؟ هذول النيوميريكالي نون ولا لا؟ نون نون. طيب شو الخطوه اللي بعديها؟
باجي بسوي نفس الاشي لمين؟ لبي واي. بي واي برضو بمسكها من فوق هاي وبسوي فيها نفس الموال هاي اوريجينالي هاي. بعدين بعمل سبليتنج لهاي الساين اكويشن وبفرطها للساين ساين كوساين بلس كوساين ساين اوكي. وبعدين بجمع التيرمز مرة ثانية الساين لحال والكوساين لحال لمين؟ للأنون فاريبل اللي هو ثيتا 1. طب تعالوا معي صفى عندي هاي أول إكويشن وهاي ثاني إكويشن مع صفى عندي we have two equations صح؟ صحيح. وhow many unknowns does it have أو does they have أو do they have sine ثيتا 1 وكوساين ثيتا 1 مع صفى عندي two equations with two unknowns معناته باجي بصفتهم هاي نقدر نعملهم rewriting للبي اكس والبي واي هذول ثنتين نعملهم رايتنج as system of two linear equations in matrix format. يمكن ناس سيتفرج يقول يا جماعه والله عوموا كيف؟ نقول طيب يا جماعه هاي طلعت رقم صح؟ وهاي طلعت رقم وهاي رقم وهاي رقم هاي الكوفيشنت ماتريكس فهمناها والبي اكس والبي واي هي الرايت هاند سايد تبع الماتريكس تبعي. طيب هذه يا جماعه طيب ما هو كوساين وساين ما هو نون لينير فانكشن. ما هو قاعد بقول له انا اي ام نوت سولفينج فور ثيتا 1 اي ام سولفينج ات فور وات؟ فور كوساين ثيتا 1 فور كوساين ثيتا 1 اند ساين ثيتا 1. بالتالي اذا بدكيش حط اي رمز ثاني ار حط اي رمز ثاني عرفت علي؟ هون X مثلا ار 1 حط هون محل هاي ار 2 بصير نعم اكس اكس واي اوكي زي ما بدك حط اللي بدك اياه انت عشان ما تتخربطش. بالتالي this is still a system of linear equation not a system of non-linear equations. وضحت يا نشامة؟ بالتالي we are solving it for cosine and sine not for theta. اذا for theta it is a non-linear system of equation. بالتالي بنيجي بنصفتها بنكتبها بالماتريكس فورمات ل system of linear equations two equations. هذول هن الكوفيشنتس اللي هن هذول اللي نشامك كلهم بيكون النون هاي الماتريكس اللي هي بما يعادلها بعلم الماثماتكس عندنا بنسميها ال A ما يعادل A X is equal to B. مرت عليكم هاي الاكويشن بالماجستير ولا نسيتوها من ايام بكالوريوس؟ ده مظبوط مظبوط مره. هاي تعادل ال A ماتريكس وهاي تعادل ال right hand side B وهاي تعادل ال X يعني هاي تعادل A X is equal to B والاكس تبعتنا اللي هنا النونز اللي هي الساين والكوساين وهاي البي رايت هاند سايد اللي هي بي اكس بي واي وهاي عباره عن اي 1 1 اي 1 2 اي 2 1 اي 2 2. بالتالي هذول كلهم نيوميريكال. بالتالي بعد ما نحلهم وي فايند سوليوشن فور ثيتا 1 كوساين ثيتا 1 وساين ثيتا 1 صح؟ صحيح. واخر خطوه شو؟ صفى عندي الساين والكوساين فرط معناته برجع لاخونا مين؟ أيوة وبحله وبيطلع معاي مين؟ ثيتا 1 معناته how many variables we have solved for؟ So far 4 لا لحد هسه 3 3 A1 و2 وD صحيح 3 ثيتا 1 وثيتا 2 وD3 صفى عندي مين يا حرامي اللي لسه ما جاش دورها؟ 4 ثيتا 4 وهاي فور الفور هاي ما كنا نقدر نبلش بها بالبداية صح؟ صحيح. يعني لو أي واحد إجا قال والله هاي همبينة من هون هاي همبينة طب ما هو أنت عندك 1 و 2 unknowns. بالتالي هاي بعد ما فرطنا أو حسبنا 1 وحسبنا 2 أوكي صفت هاي function of only what of theta 4 as unknown صح ولا لا يا نشامة؟ وبالتالي بنرجع لآخر element اللي هيها بقول لك R11 يساوي هاي وR21 يساوي هاي اوكي نسامة. وبالتالي اوكي نسامة بنيجي بنرجع معناته بنيجي بناخذ ايش؟ بنيجي بنحسب الآتان تبعنا اوكي ايتان اللي هي 1 1 او 1 2 1 و 1 1 شو بيطلع؟
بيطلع لي مجموع الزوايا. لا تنسى انه الارجمنت تبعي اللي ثيتا 1 و 2 و 4 بنجي بناخذ الايتان 2 وبيطلع الايتان 2 هو عباره حاصل جمعهم صح؟ طيب بعد ما حسبناه معناته ما عليه غير اجي اقول ثيتا 4 شو تساوي؟ يساوي الايتان 2 ماينس مين؟ ثيتا 1 و 2 ماينس ثيتا 1 و 2. طيب معناته يا نشامه هيك بكون السكارا مانيبوليتر فرط صح ولا لا؟ سكار مانيبوليتر كله انحل ما عليه غير فور اني جيفن فاليوز نيوميريكال فاليوز فور مين؟ فور بي اكس بي واي بي زد اند ذوز ارز انك تعوضهن وتطلع مين؟ تطلع الانونز اللي عندك اللي هن مين هن؟ ثيتا 1 ثيتا 2 دي 3 وثيتا 4 صح؟ نعم. وبالتالي اسامه ايه تفضل فضلت اذا اعطاني انه ثيتا 1 مثلا في كوادرات في كوادرنت 3 لما اجي انقصه من اجيب 4 نقص 3 زائد 180 او 190 بزيد وين وين لو اعطاني ثيتا 1 موجوده في كوادرنت 3 بتحط الارقام اللي بتطلع معك بالضبط زي ما هي زي ما هي زي ما هي ما عندك مشكله كله بتطلع شنو هون انت قاعد تحسب الزاويه 100% عن طريق الايتان 2 تمام اوكي ما في انه عباره عن الا اذا كانت اكثر ما هو مش راح يعطيك اكثر من 360 راح يعطيك بين الزيرو و 360 بالتالي شو بيطلع معك زوايا بتحطها خلص تمام اوكي طيب هسه قلنا اللهم صل على محمد اوجدنا طيب نرجع مين من الفاريبلز كان له مور ذان 1 سوليوشن دي 3 1 سوليوشن صح وثيتا 2 اي 1 واي 2 ثيتا 2 ثيتا 2 2 solutions. نعم. طيب ثيتا 1 1 solution. 1 وثيتا 4 1. طيب في ناس منكم يمكن يقول ايش؟ يمكن يقول طيب يا ناس ما هو عندي انا هون ثيتا 2 2 solutions. معناته لازم كمان يطلع ها؟ معناته 4 2 solution صح؟ لانه بيعتمد على 2 و2 ركزوا معي لا انا بدي اخذ لك سيناريو اكثر ممكن واحد يقع فيه انه انا عندي هون ثيتا 2 2 سوليوشنز معناته راح يطلع معي لثيتا 1 2 سوليوشنز وراح يطلع معي لثيتا 4 2 سوليوشنز بيجي شو بسوي؟ بيجي بقول يوم اقول له قديش التوتال نمبر اوف سوليوشنز بيجي بقول لي 2 باي 2 باي 2 يعني بتسويها ايش؟ 8 هذا الحكي صحيح ولا غلط؟ شو رايكم؟ صحيح محمد خليك معي واحد برجع بيطلعوا ستة بدك لا ركز معي بدك بدك تتاكد انه هل ار ذي ديبندنت اور نو يعني انا مجرد ما اوجدت قيم لثيتا 2 هل شو قيمه هون بتبعها قيمه ثيتا 1 ان ا 1 تو 1 فاشن يعني هون ما راح يطلع معاي لا 1 value of theta 2 2 values of theta 1 صح؟ صح معناته هون اثنين بناء عليهم راح يولدن اثنين هون following هذول الاثنين صح؟ صحيح والثيتا 4 برضه بناء على الاثنين هذول اللي صار 1 set راح تولد لك اوكي تو سوليوشنز اللي بيعتمدن على ثيتا 1 وثيتا 2 اللي هن 1 ست بالتالي التوتال نمبر اوف سوليوشنز عباره عن تو سوليوشنز راذر ذان 8 صحيح صح وضحت عشان انه كله ديبندنت هون انا ما بحكي عن انه عباره عن قاعد بولد لك شيء والله فاريبلز يعني مثلا لو كان عندك ها ركز معي متى بيطلع اللي هي مثلا 8 سوليوشنز لو كان مثلا طلع عندك ثيتا 1 له زي هيك بلس اور ماينس ساعتها بتضرب ولو طلع عندك برضه ثيتا 4 بلس اور ماينس بتضرب اما يوم يكون عندك هذا ديبندنت بالتالي هذا بناء على ثيتا 2 ثيتا 1 وثيتا 4 هل بتتبعها؟ راح تبع راح يكون فولوينج راح تكون فولور بالتالي انا عندي 1 فاليو اوف ثيتا 2 الفيرست فاليو اوف ثيتا 2 راح يطلع لي First value of theta 1 و first value of theta 4 والسكند فاليو اوف ثيتا 2
راح تولد لي ال second value of theta 1 والsecond value of what theta 4. بالتالي in total we have two solutions. صح بناء على اللي هي الفاليوز تبعات اللي هي ثيتا 2. اوكي نشامة ليش هي مكاتب لك؟ because all other variables اللي هن ثيتا 1 و 2 بيعتمدن على مين؟ بيعتمد على ثيتا 2. ايوه بيعتمدن على اللي هي ثيتا 2. وبالتالي هون ما بنضرب ضرب 2 باي 2 باي 2 عشانه كله بيعتمد على بعضه. بالتالي it's a nested process. Nested process rather than tree. It's not a tree structure. طب دكتور هيك معناته مستحيل إذا طلعت معي واحدة منهم بلس ماينس تطلع الثاني بلس ماينس. كيف؟ أو الثالثة. إذا واحدة طلعت معي بلس ماينس اللي هنا في حالتنا مثلا 2 طلعت بلس ماينس صح؟ آه. مستحيل يطلع معي ثيتا 1 بلس ماينس أو ثيتا 4 بلس ماينس. لا مش راح تطلع بلس ماينس. لا ما بقول لك هي عباره عن اتس ات ويل بي فولوينج وان وان سوليوشن. يعني مشان الواحد يعني يعرف انه حله صح. يعني اول مره بلس ماينس في غلط. لا اول مره هون بتحط البلس ساين. اوكي سوري اول مره بتحط البلس ساين اللي هو اول حل وبتكمل بيطلع معك اول ست اوف سوليوشن. صح صحيح. المره الثانيه بتحط النيجاتيف ساين بيطلع معك الست الثانيه وبيطلع معك انذر ست اوف سوليوشن. صح صحيح. بالتالي it's a dependent process rather than independent. صحيح. كله بتبع بعضه ضمن هاي الحالة. راح نشوف في المانيبوليترز تبعات البوما لا بيطلع عندك more than one إلها plus or minus بالأصل. هيك صحيح. يعني هيك صحيح. هيك بيطلع معك الوضع تمام. بكونوا independent هذولاك. بكونوا independent. بالتالي هون بتضرب اثنين باثنين يعني البوما إله ثمانية. خلص تمام. بالتالي اي شيء بيطلع معك من خلال الايتام هذا بلس اور ماينس هذا بتعده اثنين. تمام. فبالتالي احنا عندنا هون اثنين وهون في بلس ماينس. لا معناته واحد. وهون في بلس ماينس. لا معناته واحد. معناته 2 باي 1 باي 1 معناته بيطلع معي 2 سوليوشنز. وضحت؟ وضحت ان شاء الله. طيب هاي يا شباب مثال على الاسكارا بس هذا نيوميريكال. بقول لك هاي عباره عن الدي اتش بارامترز تبعت الاسكارا معطيك نيوميريكال كله ال1 وال2 للفاريبلز هذول اللي كنا نحكي عنهم. اوكي ومعطيك اللي هي الجوينت فاريبلز نيوميريكال. اوكي معطيك الجوينت فاريبلز نيوميريكال يعني معطيك ثيتا 1 وثيتا 2 دي 3 وثيتا 4 معطيك اياه. فبالتالي هذا الحكي مر معنا شيء مشابه له وين؟ مر معنا شيء مشابه له بالاويلرز والفيكست انجل كونفنشنز. انه افترضنا فورورد كيس. هون بقول لك بالحاله الاولى بالمطلوب الاول احسب الترانسفورميشن ماتريكس اللي هي طبق لي مين؟ الفورورد كاينماتكس. وبعدين بناء على الفورورد كاينماتكس اللي بيطلع معك اطلع لي السوليوشن الثاني. وضحت؟ نعم. باستخدام الانفيرس. هذا مر معنا مثال مشابه له 100% في تشابتر مين؟ تشابتر 2 تبع الانفيرس تبع الاويلر انجلز والفيكست انجلز. مره اعطينا الفا وبيتا وجاما وطلع حل وبعدين يقول لك اطلع لي حل ثاني اللي كان فيه زاد وناقص 40 ولا بصر قديش او 80 راح عن بالي. اوكي بالتالي نشامة هون بقول لك في البدايه بدك تشتغل لي فورورد بناء على هاي الفاليوز وبعدين تطلع لي التي تبعتك والتي تبعتك ترجع لي فيها انفيرس وايش تطلع لي الحل الثاني. واضح المطلوب؟ خلينا نشوف. بالتالي هون نشامة هاي الفورورد كاينماتكس تبعنا تبع السكارا ويوم نيجي نعوض الفاليوز تبعات ثيتا 1 و2 و4 ودي 3 بيطلع معاي هاي نيوميريكال. هاي نيوميريكال صح. بالتالي نشامة معناته اول جزء هذا هو حل مباشره. لاحظ الفورورد كاينماتكس ولا اسهل منه. ما علينا غير عوضنا بهاي الايكويشن الفورورد كاينماتكس عوضنا قيمه ثيتا 1 2 ودي 3 وثيتا 4
وطلعت معاي نيوميريكال فورورد كاينماتكس على السريع، هاي ما بيهاش تعب ولا فيها عباره عن اي مشاكل. طيب هسه بالسكند بارت بقول لك استخدم لي مين؟ الانفيرس كاينماتكس واوجد لي انذر ست. معناته بدنا نبلش من وين؟ بدنا نفترض هذا هو اللي طلع معنا من الجزء الاول، هذا هو الديزيرد كونفيجريشن تبعنا صح؟ بدنا نفترض انه هذا هو الديزيرد اللي بدي ارجع فيه، هذا الكونفيجريشن تبعي البوزيشن والاورينتيشن تبع الاسكارا اللي بدي ارجع فيه رجوع واحسب مين؟ واحسب من خلاله الانجلز. بالتالي هسه ما علينا غير نرجع للكويشن اللي قبل شوي، مش راح اشتقهن مره ثانيه، بنيجي بالبدايه بنحسب كوساين ثيتا 2 عن طريق الفورماليتيز او الكويشنز الايكواليتيز اللي مر معنا قبل شوي. بيطلع معي الكوساين والساين وبعدين بوجد اللي هي الاي تان 2 بيطلع معي بلس اور ماينس 80. هاي قيمه مين؟ ثيتا 2. طيب بناء على قيمه ثيتا 2 هاي باجي برجع ايش؟ طلع معي بلس اور ماينس 90. مش قلنا للسكاره في عندي تو سوليوشنز؟ طيب واحد من هن اللي انا اعطيته قبل شوي بالفورورد، معناته بدي ادور على الثاني صح؟ طيب مين اللي انا اعطيته في البدايه؟ لاحظ هي اللي انا اعطيته في البدايه اللي هو مين؟ الماينس 80. معناته هذا مش راح يكون الخيار اللي انا بختاره، عشان لو اخترته انا برجع لنفس الحل. بالتالي الفيرست سوليوشن هي بقول لك بيعتمد على ماينس 80. بالتالي هاي لازم يكون بي اكسكلودد من الحل، معناته لازم وين اروح؟ لازم اختار الثيتا 2 شو تكون؟ بلس 80. بلس 80 عشان اروح على الثاني. وضحتني شامه؟ طيب باجي بمشي بخطوات الحل اللي هي هاي السيستم اوف لينير اكويشنز، وبيطلع معاي من النيوميريكال بعوض، وبيطلع معاي الساين والكوساين هذا هو. وبعدين بطبق الاي تان 2 وبيطلع معاي هيو، لاحظ هون بيطلع معاي 1 فاليو. هاي ثيتا 1. وبعدين اخر شيء احنا حلينا دي 3، وين هي دي 3؟ طيب يمكن تيجي بعد شوي، ما بدريش وين هي. هاي دي 3 بالنهايه. اوكي يا نشام. طب وبعدين اوجدنا اللي هي ثيتا 1، بعدين بنروح لثيتا 4 اخر شيء من ار 1 1 وار 2 1 زي ما مر معنا قبل شوي. وبالتالي بنطلع الزاويه تبعتنا تطلع زيرو، وهذا الحكي مبين وين؟ مبين من هون من الروتيشن ماتريكس. الروتيشن ماتريكس شو مالها؟ identity يعني ما في روتيشن، يعني كل الزوايا عبارة عن مجموعة ايش؟ مجموع كل الزوايا عبارة عن ايش يا نشامة؟ مجموع كلهن زيرو. وبالتالي هيها بقول لك بالنهاية ثيتا 1 و 2 و 4 يساوي زيرو، عشان ما اختلفت الروتيشن ماتريكس identity، يعني عبارة عن فريم 4 هو نفسه فريم زيرو. اوكي يا نشامة. طيب معناته باجي بطلع مين الفايلة؟ ثيتا 4. ثيتا 4 راح تكون زيرو ماينس هذول الثنتين، وبالتالي بتطلع عندي ماينس 20. هيك بكون فرط معي الفاريبل الثالث، ظل عندي مين؟ الرابع اللي هو الديسبليسمنت. الرابع ديسبليسمنت حسب الايكويشن اللي مرت معنا قبل شوي بالحل الجنرال هي عباره عن ال1 ماينس بي زد، واذا بنرجع وبنعوض بيطلع معي الدي 3 از ايكوال تو 3. الدي 3 از ايكوال تو 3. بالتالي يا نشامه هذا سكيماتيك ببين لك الحل للفيرست سوليوشن. لاحظ هون عندي الفريم البيز فريم، وبعدين هذا اول لينك، ثاني لينك، ثالث لينك، وهاي الرابعه اللي هي الديسبليسمنت. اوكي نشامه. بالتالي هذا الحل تبعنا لاول سوليوشن. طيب السكند سوليوشن اللي طلع معنا وين هو؟ هاي السكند سوليوشن اللي طلع معنا هي عباره عن and it's in the same final orientation and position, otherwise it will not be an inverse kinematics. طيب حتى نشوف الفرق رسمنا لك اثنين مع بعض. رسمنا لك مين؟ اثنين مع بعض. اوكي ان شاء الله فرج عليهم. هل اثنين عباره عن، لاحظ هذا عباره عن it's similar، مبين انه نفس البوزيشن اللي هون، بس شو الفرق؟ الفرق انه باول حال طلع معنا الثيتا 2 كانت طالعه لوين؟ لجاي، بينما في الحل الثاني هذا الثيتا 2 او الالبو تبعنا او كل السيستم فات لجوا، بالتالي هذا فايت لجوا وهذا طالع لوين؟
لبرا. اثنين بالنهاية أعطني إيش؟ أعطني نفس البوزيشن ونفس الأورينتيشن. وضحت يا نشامة الفرق بين الحلين؟ هذا جرافيكال، هذا الحل طالع يعني لجاي لبرا، بينما الحل هذا فايت لجوا، بس اللي هو قيمته مش قلنا 80 وناقص 80؟ صحيح. هذا عبارة عن حل، وهذا عبارة عن اللي هو حل ثاني، وبالتالي هون the two solutions they are in front of you in order to validate إنه بالنهاية they will be the same solution. أي سؤال يا نشام؟ هيك أنا بكون وقفت المحاضرة اليوم انتهت. أي سؤال؟ الله يعطيك العافية. الله. أي سؤال يا نشام؟ بدها مراجعة، بدها ريفيجن، إن نرجع إحنا عليها ونثبتها، بس الأمور إن شاء الله سهلة واضحة. ترى ديروا بالكم أنا بالشابتر هاي نشامة ترى بطيء، بس في شابتر وين عمر؟ عمر معاي ولا ثاني؟ نعم دكتور. في شابتر تبع اللي هو تراجكتوري جنريشن، هذا في ثيوري دسم كثير اوكي بناقشها، وبعدين في عندك اكزامبل خاف الله يطول الاكزامبل 70 صفحه، هذا انت بتقروه اكزامبل واحد يقول الاكزامبل 70 صفحه. بالتالي انا هون في البيسكس بالفورورد كاينماتكس والانفيرس كاينماتكس شوي شوي بمشي حتى تمتصوا الموضوع. هذول اذا امتصيتهم بيكون كل اللي قدام سهل. مثلا على سبيل المثال الروبوت الورك سبيس تبع الروبوت اللي هو من الشباتر الاخيره، هذا عباره عن سنجل اقل من محاضره واحده، يعني وان لكتشر، يعني ساعه من الساعتين او من الثلاثه اللي قبل، عباره عن شنو التريك تبعته بسيطه، وبالتالي يو كان ابلايت، وممكن هسه احكي لكم اياه وتروحوا توجدوا الورك سبيس لاي مانيبوليتر. جميل. اوكي، بالتالي احنا هذول التو تشابترز دسمات بالذات الانفيرس كاينماتكس هو عباره عن صعب شويه بنمشي فيه شوي شوي، بس انتم ظلكم ماشيين معايا حيث انه يكون وضعكم تمام التمام واموركم تكون ان شاء الله باذن الله 100% تطلعوا من الماده فهمانينها، يعني نسخه عندي باذن الله. ان شاء الله دكتور، ان شاء الله. اي سؤال يا نشام؟ يعطيك العافيه دكتور. اوكي خلينا نوقف التسجيل.